إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. أصدقائي المشاهدين، محبين المشتركين، ARD تنقلكم بالصورة إلى تمالي. أين ثاني مباريات المجموعة الرابعة؟ مجموعة النسور، منتخب تونس في ثاني مبارياته وأهمها على الإطلاق في مجموعة رابعة تلعب بتمالي، مجموعة المونديالست ومجموعة الثنائي بطل العالم كارلوس ألبرتو باريرا بطل العالم مع السامبا والسيلساو 94، وأيضا روجي لومير مساعد لجاكي في 98 مع المنتخب الفرنسي. مباراة مهمة جدا زادتها الأهمية الانتصار التاريخي والرائع والممتع للبالانكاس نيجراس لأنغولا، أنغولا 3 ومنتخب السنغال 1. لا أعتبرها مفاجأة من حجم الثقيل على خلفية ما قلت سابقا أن أنغولا فريق كبير وكبير جدا وأكد طموحاته في لقاء اليوم. إذا 4 نقاط الصدارة لأنغولا، نقطة السنغال تبتعد أحلام الكوارتر فاينل. تونس وجنوب أفريقيا، هل تتكرر الأحزان أم تتجدد الأحلام؟ هذا ما نتمناه وهذا ما نرجو لمنتخبنا الوطني في ثاني مبارياته هنا بتمالي. جمهور جنوب أفريقيا البافانا بافانا، الأولاد الأولاد حاضرين بقوة في هذه المباراة مع التشكيلة الأساسية. في حراسة المرمى هذا جوزيف رقم 16، رقم 21 فانتيني، رقم 3 مازيليلا، رقم 4 إيرون موكوينا، رقم 5 ناسيف موريس، 12 تيكو موديتس، رقم 13 بينسون مولونغو، رقم 10 النجم في إيفرتون فوتبول كلوب اللاعب ستيبنار، رقم 15 الخطير تسوما المحترف في الدوري الألماني في ألوان وفي صفوف الأرمينيا بيلفيلد، رقم 14 ليراتو تشابانجو، ورقم 19 بريسمون. هذه تشكيلة الأولاد في لقاء وملاقاة النسور. في حراسة المرمى حمدي القصراوي، على اليمين صابر بن فرج، على اليسار ياسين المكاري، في المحور كريم حقي وراضي الجعايدي، وسط الميدان مادي النفطي، جوهر المناري، مجدي التراوي، ياسين أو لاعب رقم 4 في الوسط هو بالقميص 7 شوقي بن سعادة، المهاجمين الاثنين اليوم سانتوس وياسين الشيخاوي. إذا على بركة الله تبدأ المباراة، مباراة مهمة جدا بقيادة من التوكو أتسو كوكو، دولي من عام 2003 وهو عمره 35 سنة، من الحكام الصاعدين والقادمين في الكرة الإفريقية. 50 هدف في 15 مباراة، هداف البطولة هم بأسماء سفيان العلودي المغربي، حسني عبد ربه المصري، والكبير الكاميروني سامويل توفيس، 3 أهداف لكل لاعب. بينما ننتظر أهداف فرانسي راودو سانتوس. اليوم تغيير كامل للتكتيك والتشكيل، الأمور تفرض هذا التغيير نحو الهجوم بعد ما لعبنا على النقطة ضد السنغال. صابر بن فرج وياسين المكاري، الفريق التونسي باش يهاجم الأطراف، عنده شوقي بن سعادة اليوم في دور صانع الألعاب والريجيسور، هو الشيخاوي يصبح لاعب حر يتقدم ومهاجم ثاني مع سانتوس فرانسي راودو سيلفا. إن شاء الله هذا التغيير يعطي أكله، خاصة مع عودة التوازن لخط الوسط باستعادة القيمة الثابتة مهدي النفطي لاعب البرمنغهام سيتي. مباراة مهمة جدا نحتاج فيها ل 11 مقاتل في الملعب، 11 غيور على كورتنا، 11 محب لتونس، 11 راجل بقلب واحد لهدف واحد. تونس يمشي سانتوس، يلعب لصابر بن فرج، يلعب مرة ثانية الانطلاقة والركنية. اليوم الكرات الثابتة سلاح، الكرات الثابتة سلاح مع السنغال، لم نحصل أي ركنية، المخالفات عن المناطق القريبة للسنغال كانت قليلة. اليوم يلزم نلعب على الكرة الثابتة، هذا ما صرح به كارلوس ألبرتو باريرا، قال خوفي من طول قامة اللاعبين التوانسة. إن شاء الله يا شوقي تمشي بالراس، فرصة أولى للمنتخب التونسي، موكوينا وركنية، الركنية الثانية للمنتخب الوطني التونسي. إذا الركنية الثانية للمنتخب الوطني التونسي في الدقيقة الثانية والنتيجة بيضاء بين العملاق الجنوب الأفريقي والمنتخب التونسي. تمشي كرة إذا من الركنية، إن شاء الله البداية ممتازة من شوقي بن سعادة، يلعب كورة بالراس الشعادي، فرصة، فرصة أولى للمنتخب التونسي. إذا المنتخب التونسي يبدأ مهاجما منذ الانطلاق وما عندوش خيار على خلفية النتائج الحاصلة في المجموعة وعلى خلفية اللقاء اللي ينتظرنا الصعب الخميس القادم ضد البالانكاس نيغراس.
ركنية ثالثة الأولى من اليمين إن شاء الله في المرمى. تمشي كورة المنتخب التونسي الرأسية والجول، فرصة للشعادي، محاولة أخرى خطيرة جارية من النصور. المنتخب التونسي كورة أخرى هذه المرة من ياسين الشيخاوي. مباراة صعبة وصعبة جدا على الفريقين، على خلفية أن الفريقان ينطلقان بأوفر الحظوظ بنفس الحظوظ بعد التعادل في أولى المباريات. باش نلعبوا بريس شوية القدام اليوم، يعني البريسينج العالي المنتخب التونسي هذا ما نتمناه. بالفعل ينطلق المنتخب التونسي بدون فاول المناري، برافو الشيخاوي، شيخاوي الكرة، هذا النجم ستيفن بينار طبعا بذكريات نجوم التسعينات، نجوم الجيل الذهبي للبافانا بافانا، يعني نيل توفي ومارك فيش وتينكلر وجون موشوي والدكتور كومالو والمارك ويليامز. تمشي كرة صابر، صابر بن فرج يلعب المناري، خمسة دقائق العشر دقائق الأولى تعطينا فرصة على حضور لاعبين وتركيزهم في المباراة، مهم جدا الانطلاق. حذاري من زوما، هذا اللاعب التاريخي للبافانا بافانا 32 سنة في الدنمارك، لعب في نادي اف سي كوبنهاجن، فاز بجائزة أفضل لاعب في الدنمارك 2001، كان بدال بداياته مع الأورلاندو بيرات، وعلى فكرة تعمل له فيلم في الدنمارك بعنوان زوما البوما، لاعب متميز جدا زوما، 55 مباراة سيليكشن مع ساوث أفريكا وبرصيد 8 أهداف. حذاري من سرعة بينار وقيمة وثبات زوما. المنتخب التونسي مهاجما أوكي، لكن حذاري من المرتدات. إن شاء الله اليوم يومك يا فرانسيلاو دي دو سانتوس، خاطر الشعب التونسي صار يستنى أهدافك كما يستنى الفانتويت. تمشي كرة طويلة بعيدة، الجمهور العربي نفسر ممكن كأنك تنتظر المطر، احنا نقولوا شتاء في تونس في عز السيف، هي ممكنة لكن صعبة شوية. إن شاء الله سانتوس اليوم إن شاء الله خاصة سيجد مساندة من ياسين الشيخاوي، إذا يعمل دويتو باهي إن شاء الله المنتخب سيمر. تمشي كرة بس الميدان، الساوث أفريكا يتحضر في مونديال 2010، كرة طويلة حذاري كريم حقي. كثيرا ما قلنا وأشرنا إلى مشكل عمق الدفاع بين كريم حقي ورياض الجعادي. تمشي الكرة بس الميدان، شوقي بن سعادة، شوقي 20 سيلكشن اليوم على المنتخب التونسي، عمره 24 سنة، كان على فكرة فاز بكأس العالم الناشئين مع فرنسا عام 2001، لكن بعد اختار اللعب لتونس. يمسك كرة الشيخاوي، الشيخاوي المنتخب الوطني، بادي المنتخب يمسك الكرة، يمسك اللعب النفطي، الجرينتا مطلوبة لكن الكرات الخاطة ممنوعة، يرجع ويصلح النفطي، تتهيأ للمنتخب الوطني، كرة في وسط الميدان في مناطق الساوث أفريكا خطيرة، تلعب من الدفاع ويضغط، يضغط مجدي التراوي اللي كان بطل ورجل المباراة الأولى. هدف أنقذ المنتخب التونسي حقيقة من وضعية كادت تكون أحرج على المنتخب الوطني التونسي في بداية ومستهل المشوار. هذا اللقاء رقم 6 بين المنتخبين. ياسين الشيخاوي يلعب لصابر بن فرج، مهمة جدا انطلاقاته، هذه هي صابر بن فرج يوزع خطيرة، والحارس الحارس جوزيف حارس الاف سي ويتس يلعب في جنوب افريقيا، عمره على فكرة 28 سنة. إذا المنتخب التونسي البوسيشن في أول خمسة دقائق يعطي الانتباه أن منتخبنا بادي مليح. بن فرج مع اليمين يشكل نقطة قوة لميكاري من اليسار، يلزم يعاوننا وإن شاء الله الخير يجي قدام من سانتوس والشيخاوي، وراهم طبعا صانع العاب بينما خطيرة وتزوما، حذاري من زوما وفرصة أولى كبيرة وخطيرة من الفريق الأولاد البافانا بافانا. مباراة ممتعة منذ الانطلاق، ينطلق شوقي بن سعادة وفي خطأ في فاول المنتخب التونسي، وحذاري بداية قوية، المنتخب التونسي مسك اللعب لكن الكرة الأقرب للأهداف كانت من البوما زوما، زوما برافو القصراوي، الجعايدي وأيضا الحقي يلزم ينتبه أكثر. هذه المباراة رقم 30 للمنتخب الجنوب أفريقي في 7 مشاركاته بالكان، تعرفوا نعرفوا أن جنوب أفريقيا كانت مستبعدة إلى حدود التسعينات لنظام التمييز العنصري الأبارتايد، لكن من 96 رجعوا ورجعوا بقوة، والشيخاوي أكثر قوة، ينطلق الشيخاوي وزع عرضية ركنية رقم 4 لنسور قرطاج، هو الحل ياسين الشيخاوي، هي الآمال الكل متجددة متأكدة في هذا الولد، 21 سنة لاعب الاف سي زوريخ في سويسرا، نيو زيدان كما وصفته الصحافة الأوروبية. تمشي كرة المنتخب التونسي وترجع بالراس، رجعت بالراس لمنتخب الأولاد، تمشي الكرة بتوزيعة جديدة، الهدف الأول، الهدف الأول للنصور،
1-0 للمنتخب الوطني التونسي. سجل يا معلم، اكتب يا تاريخ، دون في سجلات الارشيف. 1-0 للمنتخب الوطني التونسي، 6 دقائق من سانتوس. لا نستناك يا سانتوس، نتمناك يا سانتوس. شوف ممتازة فرانسي لاودو دو سانتوس. 1-0 في 9 أهداف سانتوس مع المنتخب. هرب من مصيدة التسلل، اضربها مع المية، اضربها متاع الصنايعية. 1-0 من صناعة تونسية 100%. 1-0 سانتوس. اذا تتغير المعطيات، تكتب مؤشرات جديدة. هدف في الوقت المناسب، الكورة اهداف، زوما ضيع وسانتوس لم يتركها تمر في الوقت المناسب. قلت لك نترجاك اليوم سانتوس في 9 أهدافه بالكان. سانتوس اليوم على الشيخاوي بانتظار الشرميتي. المنتخب سيتغير بإذن الله. ما زالت البدايات، ينطلق فرانسي لاودو، شيخاوي، شيخاوي ممتاز، خليه حر يا لومير، عرضية راسية، سدد بإمكانية أوفسايد. تسلل على منتخب تونس، تسلل على المنتخب الوطني. إذا نبدأ مرة أخرى، بداية قوية إن شاء الله. العبرة في الخواتيم، عام 96 فاينل 3 فيفري، 96 في الليفنبي ستاديوم في جوهانسبورغ. الحكم الأوغندي تشارلز ماسيمبي. جنوب افريقيا ربحت الكاس على تونس 2-0. ثنائيه الربع ساعه الاخير لمارك ويليامز باداره كوفي كوجا عام 2000 من اجل الترتيب، من اجل البرونز. المنتخب التونسي تعادل 2-2. شون بارتلت والنجم نون فوتي سجلوا ثنائيه البافانا. الزيتوني مارتين التونس في ركلات الترجيح، المركز الثالث للاولاد والرابع للنسور. في 26 يناير 2006 في الكان الأخيرة في الإسكندرية، تونس ربحت 2-0 سانتوس في الدقيقة 32 وسليم بن عاشور في 57. علاوة على هذه المباريات الرسمية في إطار كأس الأمم، مرتين مباريات ودية فريندلي. في 2003 ربحناهم 2-0، في 2004 ربحونا 2-0. اليوم السادسة من مسلسل الأولاد بالنصور، أحد عمالقة الكرة الإفريقية البافانا بافانا. صابر بن فرج تمشي كرة في العمق للشيخاوي الراسية، سهلة عند الحارس جوزيف. طبعا باش نرتاحوا الهدف الثاني يلزم يا ياسين. ترجع الكرة للمنتخب الأولاد. 1-0 في أول 8 دقائق، هدف في وقته ممتاز جدا من سانتوس. فرحت بالهدف وفرحت بسانتوس دبل مضاعف، لأنه أكيد باش يسرح سانتوس، لأني كنت سبقت في المباراة الأولى وقلت إذا المنتخب التونسي يلقى سانتوس في هذه البطولة سيذهب النصور بعيدا في سماء الكان. طبعا الشارع التونسي كان مستاء من النتيجة الأولى، ممكن بعد ما خسرت أو ما خسرت السنغال اليوم 3 من أنغولا، الكل زاد تحسر على النقطة أو النقاط الضائعة ضد التيرانجا. لكن أنا نقول نرجع ونحكي بأنه كل مباراة وظروفها، كل لقاء وتفاصيله وجزئياته. 59% البوسيشن لتونس. جنوب افريقيا قدمت شوط ثاني كبير ضد انغولا. تمشي الكره للمنتخب الجنوب افريقي، على اولاد في الهجوم، تتهيا الكره للبافانا. يلزم ننساو الهدف، نلعبوا بتوازن بين الدفاع لكن ديما الضغط للهجوم. 1-0 ما يامن شيء، والكره اوت في فاول او في تسلل المنتخب الوطني. زوما لاعب الارمينيا بيلفيلد في التسلل على المنتخب الجنوب افريقي. منتخب جنوب افريقيا يحتل الصف 78 في رانكينج الفيفا، بينما تونس 46. سانتوس سجل اول اهدافه مع المنتخب في اول لقاء لي مع تونس في 14 جانفي 2004 في جربة جزيرة الاحلام على منتخب البنين. سجل الهدف الاول مع المنتخب في اول سيليكسيون. اهدافه هذا الهدف رقم 20 لسانتوس، اللي هو احسن هداف في تاريخ المنتخب الوطني. اهدافه في كاس افريقيا 9 2004 4، 1 في رواندا، 2 في الكونغو الديمقراطي، 1 في النهائي ضد المغرب، ثم سجل 4 في دورة مصر، 3 الهاتريك في زامبيا، وهدف في مرمى ساوث افريكا، وهذا رقم 9. هو على فكرة من أحسن 5 هدافين في تاريخ البطولة. 14 هدف ساموليتو، 14 هدف لورون بوكو، 13 راشيد يكيني، 12 حسن الشادلي المصري، 11 باتريك مبوما وحسام حسن، والآن 9 أهداف لفرانسي لاودو دو سانتوس. ديما قلت يبقى لاعب مهم جدا. الحمد لله أني ما هاجمتوش كثير الحقيقة في المقابلة الأولى، رغم سوء أدائه وتراجع مستواه، لأنه اللاعب الكبير اللي يشم الهدف يبقى دائما موجود. واليوم سانتوس
يسجل هدف باش يطرد الجينيا نهائيا. الفوز ثم الفوز والفوز وحده يرضينا ويطير جينيا رفقتنا منذ لقاء غينيا في 2006. من 2006 نقول التشكشيكة متاع لومير، الفلسفة متاع لومير والتبديل في مباراة غينيا اللي خسرناها 3-0، من وقتها منتخبنا ما ربحش مباراة في النهايات. خرجنا من نيجيريا بركلات الترجيح، ثم في كأس العالم ما ربحناش، وفي كأس أفريقيا الحالية بديناها بتعادل. إن شاء الله اليوم يتمكن النصور من التحليق أمام منتخب يبقى كبير وعنده كل الإمكانيات العودة في المباراة وبالبطولة. 1-0 لتونس. فرانسيلاو دو سانتوس يمس الكرة مرة أخرى لمنتخب البافانا. بافانا لعبهم يساعدنا لأنهم لعبهم فرجوي، لعبهم على الطريق البرازيلية، يحبوا اللعب المهاري، يميلوا للاستعراض، يلعبوا اللعب المفتوح، وهذا يساعد المنتخب. بينما حذاري من زوما، زوما المتميز تمشي البينار الخطير، بينار وحذاري، حذاري عاد يا رياض، حذاري يا راضي يا جعايدي، وتمشي الكرة خرجت برا من صابر بن فرج مقاتل النينجا. 14 دقيقة لعب في الشوط الأول، ما زال التقدم لتونس لكن ما زالت لم تكتب العناوين. تمشي الكرة جنوب أفريقية للبافانا، التوزيعة والكرة تخرج، ضربة مرمى المنتخب التونسي أو ركنية. المساعد يؤشر لكورنر حسب ما تبدو من ملامح جوهر المناري. جوهر المناري لاعب خبرة، هدفين مع المنتخب التونسي أشهرهم في يوم الضباب بلقاء الضباب ضد السنغال، هذه مباراة 53 على مستوى المنتخب الوطني. يا ساتر من هذه الكرة القادمة. جنوب أفريقيا بطلة القارة 96، شاركت في كأس العالم 98 و2002. بعد سنوات القوة بدأ مسلسل التراجع تقريب من 2004 في دورة تونس. البافانا خرجوا من الدور الأول 2006، أيضا عرفوا نفس المسير والمسار، لم تصل الأولاد لكأس العالم. وهذا العام على فكرة هو لقاء المسعفين بين ظفرين، يعني تونس ترشحت كأحسن فرق في المركز الثاني، ونفس الشيء والشام بالنسبة للبافانا، يعني الفريقين اللي جاءوا من أحسن فرق المركز الثاني. خطيرة لكن بعيدة، تسديدة تخرج أوت لحمدي القصراوي. 22 مباراة دولية للقصراوي حارس الترجي الرياضي التونسي. بالضبط 15 دقيقة لعب في الشوط الأول، تونس تتقدم بأولى الأهداف عن طريق سانتوس مع إطلالة الدقيقة الثامنة، وكأنها دقيقة تساوي السعد للجمهور التونسي على اعتباره بخلفية وعصام جمعة، سجل تقريب في نفس الوقت والتوقيت نفس الإطلالة والدقيقة بدقة في مرمى توني ماريو سيلفا حارس أسد التيرانجا. ترجع الكرة للأولاد عن طريق اللاعب مازيليلا. مازيليلا 23 سنة. كارلوس ألبرتو باريرا يحذر في فريق 2010، أين ستكون قارة الأفريقية؟ هي مسرح للمونديال أخيرا. تمشي الكرة للأطراف، مازيليلا ما يتقدمش، مازيليلا ترجع، برافو، دور كبير وسط الميدان اليوم. التراو يلعب كرة في العمق، يهرب سانتوس، سانتوس يقص عليه، ممتاز سانتوس، لكن الدفاع امتياز، الدفاع الجنوب أفريقي ممتاز في هذه اللقطة من لاعب الخبرة رقم 13 بنسون مولونغو يلعب في الماميلودي سان داونز، أكبر فرق الساوث أفريقيا معروفة، الأورلاندو بيرات فريق القراصنة بطل أفريقيا عام 95 على الأسك ميموزا، الكايزر شيفس بطل كأس الكوسة 2001 على إنتر كلوب لواندا الأنغولي اللي كان يدربه مدرب أنغولا حاليا دون كالفيز، ثم عندك الأجاكس كاب تاون والفريق الشهير والشعبية الكبيرة الجارفة هي للماميلودي سان داونز. 1-0 لمنتخبنا والكرة مع النصور في الانطلاق، صابر بن فرج، صابر يلعب للشيخاوي، ياسين ينطلق بإمكانياته لكن ضغط عليه ثلاثة لاعبين، يقتنسوا كرة، يضغط شوقي، برافو بن سعادة، الكرة ترجع عند الحارس، طويلة من جوزيف، طويلة من جوزيف جعادي بالرأس، الكرة الأولى للجعادي، الثانية للشيخ ياسين، تمشي كرة ممتازة لكن رايا صفارة، أوف سايد على المنتخب التونسي وسانتوس. المنتخب التونسي في سجله الافريقي هذه المباراة رقم 48 في صعيد وسمال كان. فوزنا 15 مرة، خسرنا 15 مرة، وتعادلنا 17. سجلنا 62 هدف وقبلنا 59. على فكرة 62 هدف من توقيع 36 لاعب. أبرز الهدافين للمنتخب التونسي في تاريخ كأس أفريقيا سانتوس 9 بجوهرة اليوم في مرمى جوزيف الجنوب أفريقي، ثم 4 لمحمد صلاح الجديدي
3 العادل السليمي، 3 الزبير بيا، و3 العماد بن يونس. 18 دقيقة لعب في الشوط الأول. النتيجة 1-0 للمنتخب الوطني التونسي. الأخبار كانت كثيرة ومتداولة في الشارع التونسي، من الصحافة المكتوبة للمرئية للمسموعة. في سويعكان المنتدى 80% يتصوروا ترشح تونسي، لكن 50% منهم يقولوا بصعوبة. الفوز اليوم في 75% من الترشيحات للنصور، لكن حقيقة الميدان شيء ثاني. شفنا نقول أعطى درس للسنغال. أيضا منتديات كرة تونسية، منتدى تونسيا سات حكاية برشا على اللقاء، وقدموا على أنه الفرصة الأخيرة. بالفعل هي الفرصة الأخيرة، ما فيش كلام. اليوم مباراة حياة وموت كما يقولوا الإخوة في المشرق، ولو احنا نقولوا مباراة البقاء في الكان بين ذفرين. منتخب تونسي يلعب على السمعة، سمعة أندية دونت وسجلت ونقول تسيدت افريقيا في اخر هذا العام خلال الشامبيونز ليج والكونفدريشن كاب للنجم الساحلي ونادي الصفاقسي. ايضا فريق يلعب على سمعة التواجد في المونديال بدون غياب، ياخذ 3 دورات او 3 مونديالات. وفريق في القرن الجديد الالفية الثالثة عمل سيمي فاينل في الكان 2000، ربح اللقب في 2004، ولعب الكوارتر فاينل في 2006. اذا فريق تعودنا انه يكون له دور الطليعة والطلاعي في البطولة. الظروف ممكن ما ساعدتناش في غيابات، ممكن في بعض الاختيارات بالاساس غياب مثل الجزيري او النفطي، ممكن التحذيرات سقطت في الماء في جزء كبير، لكن المهم نقول التحذير وهدف ابيض لو سجل ولم يسجل. اوف سايد، ما تخافوش، اوف سايد على المنتخب الجنوب افريقي. لكن ان خاف من قادم الدقائق، ما خفتش من الكره هذه لانه وصلتني صافره الحكم التوغولي اتسو كوكو. التسلل كان واضح على المنتخب الجنوب افريقي، حذاري حذاري من مثل هذه الكرات والحركات واللقطات. نلعب الكره كما تعودنا، الانضباط والالتزام، عينينا فوق روسنا باش ننتبهوا من زوما وستيفن بينار. اختيار مبرر لشوقي بن سعاده. المنتخب التونسي عندهم لاعبين ارتكاز 2 اللي هما 4 ايرون مكوينا، وال12 اللي هو تيكو موديتسي، والمدرب الوطني نبيل معلول مع روجي لومير المدرب الفرنسي للمنتخب. يختاروا شوقي بن سعاده بين وسط ميدانهم وبين دفاعهم باش يخليوا ديما لاعبين الارتكاز نقول مشغولين او منشغلين. عصام جمعه لذلك ما لعبش رغم انه جاهز بدنيا، ما فيش اصابه حسب اتصالاتي مع الوفد في تمالي. والنقطة الثانية هي ممكن تشكل منعرج الاختيار التكتيكي للإطار الفني التونسي، هو ضرورة وهذا مكان الشيخاوي مع سانتوس. بينما تمشي كورة خطيرة كريم حقي، رجعت من حقي لكن فيها فاول، فيها فاول المنتخب التونسي. كان ممكن يعطي الأولوية الحكم التوغولي كوكو. هذه الكورة الأخيرة اعتبرها لمسة يد على اللاعب الجنوب أفريقي، لا مخالفة، وهي صحيحة فيها خطأ وفاول من كريم حقي. إذن مخالفة المنتخب التونسي، حذاري، مباراة مازالت طويلة. فريق بحجم المنتخب التونسي بتجربته وقيمته يلزم يعرف يحافظ على نتيجة ويأمنها الحقيقة. لازم يتحكموا في رتم المباراة لأنه يعني الفريق الجنوب أفريقي الآن صحيح ما غير خطورة لكن يضغط على مناطقنا. الدفاع ممكن مقلقنا في هذه البطولة في انتظار نقول الحكم من مباراة اليوم، مباراة أنغولا، وإن شاء الله ما تلاها من مباريات. تتواصل اللحظة واللقطة، تتواصل كورة لمنتخب البافانا. الأولاد في كورة خطيرة ومرت بالسلام ياسين الشيخاوي في التغطية، في التغطية الدفاعية، والكورة للمنتخب التونسي في كورة وركنية. إذن الكورة الثابتة تتواصل من أجل تثبيت الأمل للجنوب أفريقي بالبطولة وبالمجموعة. من مخالفة نمشي الركنية، ومن نفس اللحظة القلق والحذر والخوف إلى نفس اللحظات، لحظات الرهبة والرعب من كرة قادمة وركنية ترجع من مهدي النفطي. ارتحنا شوية لكن ما زالت الكرة للمنتخب الجنوب افريقي. الاولاد يلعبوا ما غير ضغوط، يحضروا في مونديال 2010، لذلك هم خارجين من الخسارة داخلين في الربح. والفرق هذه تخوفني، الفرق اللي ريانا بيردت توتا غانيي كل شيء تكسبه وما عندها ما تخسر، هذا يخوفني. تمشي كرة طويلة، حمدي القصراوي، سلامات عند حمدي القصراوي في لقائه الثاني بعد العشرين مع منتخب تونس الوطني. دقيقة 8 من سانتوس، هدف في دقيقة 8 نغير به الأوراق نسبيا، ندخل به أروقة المجموعة ضمنيا، ولكن كله حينيا.
بانتظار الخواتيم. الضغط مطلوب، يضغط سانتوس ايضا، الضغط يبدا من اول مهاجمين. وجود سانتوس باستمرار بين رقم ثلاثة مازيليلا والمدافع الثاني بريسمون ممكن يخلي المدافعين ثابتين في مكانهم. اما ترجع لكل الفريق الوسط الميدان كلهم يتقدموا. ترجع الكرة لمازيليلا، مازيليلا يوزع عند القصراوي. منتخب تونسي يحاول ينوم المباراة، وحمدي القصراوي. 23 دقيقة لعب في الشوط الأول، 1-0 المنتخب التونسي اللي قلت اليوم نحتاج ل 11 مقاتل في الملعب، 11 غيور على كورتنا و11 محب لتونس، 11 راجل بقلب واحد لهدف واحد. لا صوت يعلو فوق صوت النسور. سانتوس يمشي سانتوس وبالراس ترجع الحارس، ترجع الكرة بالحارس. شفنا ضعف على الكرات العرضية والكرات الثابتة المنتخب الجنوب أفريقي، وهذا كان نبه له. مرت بسلام. شوف سرعة البومة، شوف سرعة البومة زوما، وشوف بوتا الجعادي في اللقطة الأخيرة. شوف بوتا راضي الجعادي في اللقطة الأخيرة، كان سابق ماخو مترين ثلاثة راضي، مشى زوما، لكن الباهي والممتاز في الأخر أنه راضي لقى توازن ومنعنا، القى الكرة وخرجها. كرة كانت صعبة جدا على منتخب تونس. جنوب أفريقيا تضغط في هذه الدقائق وهي الأفضل بآخر خمس دقائق في الماتش. حذاري من التوزيع، وبرافو قصراوي، برافو حمدي، هذا اللي قام تسلكها للثنائية. يمشي الهجوم التونسي في خطأ، في فاول المنتخب الوطني التونسي. جنوب أفريقيا الجامعة تأسست عام 91، الانضمام للفيفا كان 92. نعرف تاريخنا جنوب أفريقيا مع أثيوبيا ومصر والسودان كانت من مؤسسي البطولة ومن مؤسسي الاتحاد الأفريقي، لكن مشكلتهم في الدورة الأولى عام 57 رفضوا أن يكون منتخب جنوب أفريقيا خليط بين اللون الأسمر والأبيض. تعرفوا أنه الأبارتايد اللي مشيت حدود التسعينات من القرن الماضي في جنوب أفريقيا تغيرت الأمور الآن. 45 مليون جنوب أفريقي ينتظروا، و10 مليون تونسي يدعو بكل القلوب ومتخمرين في العقول، منتظرين بتسمر العيون اليوم هل هي لنا أم ستعكسنا مرة أخرى. 1-0 المنتخب التونسي متقدم، لكن أداؤه تراجع بعد الهدف، والمنتخب تراجع للوراء وللدفاع بعد الجول من سانتوس. في ضغط كبير وعصاب مشدودة، شفت الكرة ضاعت من صابر بن فرج بنفس الطريقة تضيع على مازيليلا. ليست أرضية الميدان هي المسؤولة لأنه ميدان تمالي رائع جدا، لكن هي مشكلة البريسيون أو الضغط ستريس الآن على أكتاف اللاعبين في المنتخبين، خاصة انتصار أنغولا جعل المباراة تو بي أور نوت تو بي، تكون أو لا تكون، قصدي نكون أو لا نكون. صابر بن فرج يلعب مع شوقي بن سعادة، شوقي الصابر، عصام جمعة ممكن ورقة في الشوط الثاني، تمشي للجعادي، المنتخب التونسي لازم يهاجم، الكرة ضاعت من الشيخاوي، ما زلنا بانتظار تحرر الشيخاوي من الضغوط، واللعب بحقيقة المستوى، صابر بن فرج يحاول يعمل مراوغة أولى لكن الدفاع يتصدى، أو مجدي التراوي كان في اللقطة الماضية، ترجع الكرة للمنتخب الأولاد، سانتوس يضغط، لكن الكرة هي للبافانا، تمشي كرة طويلة، لابد من البريسيون والبريسينغ، برافو ترجع المنتخب التونسي النفطي، النفطي شوقي بن سعادة، الكرة ما وصلتش، واضح أنه الفريق يلعب مشدود عصبيا، مازالوا ما تسرحوش، مازالوا ما تحروش في هذه المباراة. مجموعة صعبة، مجموعة قوية جدا هذه المجموعة الرابعة، اللي للمرة الرابعة نكونوا بين أروقتها في الكان، في تاريخ الكان. يمشي الهجوم المنتخب التونسي، ينطلق الهجوم وتمشي الكرة في النصف، الشيخاوي، الشيخاوي يعمل انطلاق مراوغة ثم يستنى، يجي صابر بن فرج، صابر بن فرج الباك رايت يلعب للاعب باير ليفركوزن كريم حقي. مباراته اليوم رقم 48 مع المنتخب، وهي المشاركة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية. لاعب عنده تجربة وخبرة كريم حقي. تمشي الكرة بينار، بينار ياسين الميكاري يلعب في سويسرا. ثلاثة لاعبين المنتخب التونسي يلعبوا في سويسرا الآن، اليونج بويز على اللاعب سيف غزال في الاحتياط، وعندنا الثنائي في التشكيل الأساسي اليوم اللي هو ياسين الشيخاوي زوريخ، ولاعب جراش شوبير زوريخ اللي هو الميكاري. هذا هو ياسين الميكاري، سادس مباراة لي مع المنتخب الوطني، أول لقاء لي كان مع الإمارات في لقاء كسبناه بهدف التجاري بالعيد. يمشي ياسين الميكاري، 27 دقيقة في الشوط الأول، تقريبا نفس سيناريو المباراة الأولى، المنتخب التونسي يبادر بالتهديف ثم يحاول نقول يراقب المنافس ويحاول يحافظ على النتيجة. تتقدم الجهة اليسرى المنتخب التونسي، برافو الميكاري، ياسين يقاطع كرة ممتاز جدا،
لافونتاج يعطيه الحكم. تمشي جوه المناري، جوه المناري، كرة في العمق، الكرات الطويلة هذه بعيدة وصعيبة على لاعب متر 70 فقط شوقي بن سعادة، لكن عنده قلب وعنده خبرة، 20 مباراة مع المنتخب. شوقي هدف وحيد كان في مرمى الكونغو ديمقراطية ليوبار والفهود في فرنسا 2005 في مباراة ودية، انتهت وتوقفت على 2-2. بينما ترجع الكرة منتخب البافانا، منتخب تونسي يعمل بريس، يحاول يضغط، هذه طريقتنا، لابد أن نضغط على منتخب جنوب أفريقيا اللي يلعب بالأسلوب التقليدي الكلاسيكي 4-4-2، لاعبي وسط على الأطراف، اثنين ارتكاز اللي هو رقم 4 مكوينة، ولا 12 اللي هو تيكو موديتسي لعب الأورلاندو بيرات، ويلعب بالمهاجمين اثنين بينار واتزوما كرأس حربة صريح. بينار يجي أكثر من الأطراف، تمشي الكرة للطرف الأيسر المنتخب الوطني، ياسين المكاري، المكاري يعمل مراوغة، تتهيأ للمنتخب الجنوب أفريقي، موكوينا في وسط الميدان، يخرج للضغط المنتخب التونسي، شوف الضغط يبدأ من وسط ميدان البافانا، برافو يا صابر، معلم يا صابر، صابر بن فرج، يتقدم صابر بن فرج، المحترف في لومون من الفترة القادمة في فرنسا، والكرة ممتازة، ضرب الدفاع لكن أوفسايد، خسارة بالنسبة للشيخاوي، وبالذات الكرة جات عند الشيخاوي، ممكن سانتوس يضيع منه، نقول ممكن، لكن ياسين الشيخاوي هذه الكرة لو ما كانش في أوفسايد أمنا كان أكبر. بالذهاب بعيدا، وبعيدا يعني مرمى جوزيف، يعني جوزيف يجيب الكرة من المرمى للمرة الثانية في مرمى الأولاد. ترجع للبافانا، بافانا الأولاد، البافانا والبنات، منتخب السيدات الكروي يسمونه البانيانا، بانيانا بين البافانا والبانيانا، اليوم النسور تريد أن تحلق بتامالي، بينما كرة عرضية خطيرة، ينطلق الهجوم للمنتخب الجنوب أفريقي، برافو جوهر المناري، أحسن برشا من ماتسول يا جوهر، الفريق عن طريق الشيخاوي تلعب الكرة في العمق، لكن بعيدة ياسين، بعيدة من الشيخاوي على سانتوس. فرانسي لاودو إن شاء الله المورال رجع، 1-0 سانتوس مع الشرميتي، ممكن عملة نادرة في الخط الأمامي المنتخب التونسي، منتخب التونسي ليفتقد اللاعب بسرعة وقوة الجزيري وعادل السليمي، يعني ستيل متاع عادل السليمي وايضا زياد الجزيري. على كل نلعبوا بامكانياتنا ومستوياتنا، والكرة تمشي شيخاوي، الكرة قوية، ترجع المنتخب التونسي في وسط الميدان في صراع الوسط، تملك الكرة جنوب افريقيا بالاوت بالايادي من التماس يا ميكاري، كرة كانت ملعوبة وخطيرة. حاول نكون حتى متوازن في التعليق اليوم لكي لا اقول تكون الامور على عجل وتكون الأمور متعصبة وعلى أعصاب الجمهور. إن شاء الله في الثاني سنطلق عناننا للسان وكلامنا إن شاء الله بالانتصار. 1-0 ما زلنا ما وصلناش، ما زالت ساعة لعب، وفي الساعة ربك يعلم ماذا يحدث، إن شاء الله يحدث كان الخير. الكرات في العمق الطويلة هذه تعبنا ممكن بدنيا، لكن ممكن استغلوا ضعف المحور الدفاعي لفريق البافانا، بافانا لأنه الأولاد حسب المتابعة والقراءة لجنوب أفريقيا نقطة الضعف الرئيسية هو وسط الميدان، هو وسط الدفاع، سمحني، المحور الدفاعي ستوبر مع الليبرو. سانتوس 1-0 2-0 في الشوط الأول، نتيجة نحلم بها جميعا باش نرتاح وقت المنتخب التونسي يتصور يلعب على حقيقة إمكانياته، يتسرح الفريق، يتسرحوا الملعبية. صابر بن فرج، التراوي، تتهيأ صابر، صابر والكرة طويلة، تتهيأ مرة ثانية وتسديدة ممتازة جدا، سانتوس والثاني على القائم، والثاني 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 للنصور، والثاني للنصور، والثاني للنصور، اتحررنا اتحررنا، اتسرحنا اتسرحنا وتحررنا. 2-0 شوقي بن سعادة، ارقص يا حلاق واشتح يا زيدان. 2-0 لمنتخب النصور القرطاجنية، 1-0 سانتوس، 2-0 سانتوس على القائم، ترجع للميكاري او شوقي بن سعادة، شوقي في الجول في ثاني الاهداف، بن سعادة مصدر سعادة الملايين. يا ربي يا علي، يا ربي يا علي، نورتنا في هذا اللقاء. 2-0 للمنتخب الوطني التونسي، شوقي بن سعادة، الان نلعبوا مرتاحين، الان نلعبوا مرتاحين، والسر مع الرقم 2، ضريبة المباريات الجنوب افريقية التونسية هي 2، شوقي مشات، سانتوس ممتاز، سانتوس رد فعل كبار، الردود فعل متاع كبار، شوقي في المتابعة، يقول أنا معاك يا سانتوس، أنا وراك يا سانتوس، والكل وراكم يا نسور، إن شاء الله منتصرين، والجماهير وراكم آلاف وملايين. 2-0
دو سانتوس والثمانية، 31 شوقي بن سعادة. 2-0، يا الله على هذه الضغوط. والله لما نام ليلة البارحة إلا مع السادسة صباحا، هي الضغوط هي الصعوبات، فعما بالك اللاعبين. والله نعذر اللاعبين بضغوطاتهم، إذا كان المشجعين هكذا فعما بالك اللي يلعب. لابد أن نقف وراهم إلى آخر المشوار، لابد أن لا نرميهم ولا ننتقدهم الحين، إلى آخر المشوار. الفوز اليوم يعبي الطريق ولكن لا يفتح الطريق. ما زالت الخطيرة أنغولا في مجموعة رابعة كانت صعبة جدا، ولكن بخبرتنا بكورتنا بإصرار لاعبينا ممكن إن شاء الله نمشي للدور الثاني. تمشي من حمدي القصراوي، خليني في انتعاشة 2-0، خليني في نشوة الهدفين. 2-0 وسانتوس، سانتوس الثالث، الثالث من سانتوس سيلفا، فرانسي لاودو، فرانسي لاودو الثالث بالثلاث، بالثلاث النقاط الثلاث، بالثلاث. ميلادك من جديد يا سانتوس، ميلاد سانتوس من جديد. الكبير يمرض يا فرانسي لاودو، انتقدناك كثيرا، جرحناك كثيرا، فرددت الدين والفعل يا كبير. ثنائية سانتوس وثلاثة للمنتخب العربي التونسي أمام الأولاد البافانا. بافانا رجع، رجع سانتوس للقناص، رجع الكبير القناص، رجع الجول يا دور. 3-0، شتحني على الفزاني مثل زامبيا يا فرانسي لاودو. شوف سانتوس هنا الروح، هنا شم الهدف، هنا رجعت الروح. 3-0 للمنتخب التونسي، مبروك علينا هذه الضربة الكبيرة. شوط أول أنها الأحلام الجنوب أفريقية، وافتح الطريق أمام أولاد النسور وليس أولاد البافانا. شوف سانتوس، هذا هكا حبيناك، هكا حبيناك وشجعناك، هكذا لفناك يا كبير، هكذا عادناك يا خطير، هكذا في سيناريو مثير. 3-0 للمنتخب الوطني التونسي. فرانسي لاودو سانتوس الهدف العاشر لي في الكان، يتعارك مع إيتو على لقب التاريخي لجولادور الكان. مش معقول، سيناريو ممتاز، هذا هو الأداء الحقيقي. هنا النجاعة، الروح، ورجال النسور في فورمة كبيرة. 3-0 الشوط الأول، أقل شيء يا حمدي يا قصراوي، رائع رائع جدا. العرق يتسبب مش مشكل ما دام تصبت إلينا الأخبار القادمة من تمالي. أين تتجدد أمالي، تتعاظم أحلامي؟ ب 3-0 في أول 35 دقيقة من الماتش، 35 دقيقة من الماتش، بشعار مناشم روحين، بألوان واحدة واحدة للفينال. المنتخب الوطني 3، منتخب البافانا لا شيء. نعم 3-0، ثنائية سانتوس وهدف شوقي بن سعادة، وحتى هدف شوقي جابه سانتوس. بطل العالم كارلوس ألبرتو باريرا يخلص 300 مليون في الشهر، راتبه الشهري 250 ألف دولار، ولكن العبرة ليس بالعملة الخضراء، العبرة برجال الخضراء. تمشي كورة من ستيفن بينار، بينار موكوينا، موكوينا وتمشي. اليوم شخصيا بديت كاس افريقيا، اليوم بدينا في الكان، اليوم بدينا في تمالي. كم كانت الضغوط كبيرة، كم انتقدناك، كم جرحناك، كم استعجلنا على انتصارك ضد التيرانجا، كم انتظرنا فوزك على التيرانجا. الضغوط كانت كبيرة لكن ديما العبرة في الخاتمة. نبدأ بانتصار ونخرج من أول دور ما عملت شيء، لكن نبدأ الكريشنتو، تطلع تطلع تطلع، وإن شاء الله ديما في الطلوع يا نصر قرطاج. نعم المنتخب التونسي ماشي ويتحسن، وهذا المطلوب في دورة كبيرة مثل الكان. والكورة الخطيرة لكن برا، الكورة الخطيرة لكن برا، الكورة تتعاطف مع تاريخ المنتخب، الكورة تتعاطف مع حمدي القصراوي. في 3-1، الدفاع هو اللي مش عاجبني، الدفاع هو اللي ضايع فيها، لكن مش مشكل، مش مشكل. خلينا نمر اليوم، خلينا نتعداو أنغولا، ومن بعد ربي سهل، واحدة واحدة للفينال. خطيرة جدا، والعارضة تقول لا، تقول تبقى في نتيجة البياض للساوث أفريكا، وتبقى في ثلاثية إبداع، في ثلاثية نجاعة للمنتخب الوطني. إذا مروا في كل المباريات بهذه النجاعة، شيء يعمل كيف. خمسة وخميس عليك يا بلادي، هدفين في مرمى السنغال، 3 في شوط على جنوب أفريقيا، ليس سهل. أقوى هجوم في البطولة هي مصر 7 والمغرب 7،
والكامرون 7 وبعدهم تونس 5. إذن هذا المؤشر والمعطى إيجابي جدا. قلت لك إذا سانتوس ترجع له الكرة، إذا ترجع تحبوا الكرة مع الشرميتي، المنتخب سيذهب بعيدا شريطة وبشرط وبحتمية وبضرورة أن يكون الدفاع أسود العادة. جوهر المناري، المناري يلعب الصبر بن فرج، ترجع الحمدي، حمدي هدي اللعب 3-0 في الشوط، ممتازة جدا. حمدون لشوط كان كبير كبير كبير، كنت خايف المنتخب جنوب افريقيا لانه كل الترشيحات اللي تكلموا، اللي يبعث لك اس ام اس، اللي يكلمك في التليفون، اللي يبعث لك ايميل يقول لك اليوم تونس مضمونه في الكوره، ما فماش ضمان، ما فماش الجارانتي، فما الجهد والعرق. نعطيكم مثل، هي 3-0 لصالحنا نعم، لكن لو سجل زوما الهدف الاول لتغير الكلام والحديث وتبدل التعليق، وشوقي للرابع ولكن لن يمر، ولكن بالاخير سنمر بمبدا امان بشيك جارانتي 100%، شيك ورصيد مضمون بثنائية سانتوس وبهدف الشوقي بن سعادة. ياسين المكاري واضح انه الإطار الفني حاول يبحث عن نقطة في اللقاء الأول، اليوم غير تشكيل في نوع هجومي سانتوس مرة أخرى، فايق برشا سانتوس اليوم. نعم سانتوس اليوم رجع والحمد لله اقتنح عليه الضغوط، المتابعة متاع الجماهير متاع المحلين متاع الفنيين، الحمد لله انه الهدفين مع القائم اللي نعتبره هدف اخر سانتوس باش يحرر لاعب فرانسي لاودو. تمشي كورة بعيدة على ياسين الشيخاوي، الشوط الأول يوشك على النهاية، شوط لم أحلم به بهذه الطريقة. عشت على كابوس 96 وكنت خايف، كابوس الفين المزعج في الاف ام بي ستاديوم وثنائية مارك ويليامز، عشت على نقول سكنات ولمسات وهمسات انتصار الاسكندريه الفات 2-0 من سانتوس وبن عاشور اليوم، واليوم في شوط ارتحت وتاكدت ان المنتخب التونسي راجع في هذه البطوله. ما احلى التواصل مع الجمهور، احد الجماهير يقول لي 5 أهداف منتخب الكوت ديفوار، نعم حتى الكوت ديفوار 5 عاملين حسابات الكل، ما شاء الله عليكم وتبارك الله عليكم، شادين كل الحسابات، شادين كل الكلمات، نمشيو للايجابي ونبتعد على الانتقادات. كارلوس البرتو وال 250 الف دولار يدفعوا له 8400 دولار اليوم مع تلاله كل صباح مع قدوم كل شمس، 8400 دولار اليومي للمدرب العالمي كارلوس البرتو باريرا، قاد الكويت في كاس العالم، قاد السعوديه في المونديال، لعب مع الامارات في مونديال ايطاليا، والتفوق في البوسيشن الاهلي جنوب افريقيا، لكن في السكور 3-0. شوط اول 3-0 يا تراوي، ما نفهمش غير 3-0. تمشي الكره مستر الميدان لمنتخب البوفان، لابد من التركيز، برافو حقي، ان شاء الله ترجع الثقه للاعبينا وخاصه في الدفاع وتمشي الهجمه، ما فيش امكانيه للمرور، ستوب ممنوع، هنا شوارع مغلقه من السنطارين للصباغين للحلفاوين، الباب الخضراء. ترجع الكره مره ثانيه لصابر بن فرج، يلعب راضي الجعادي، الجعادي في النصف، تلعب من المنتصف للاعب الدفاعي كريم حقي، يمشيها للميكاري ياسين، يلعب ياسين الميكاري، ياسين في وسط الميدان. المنتخب التونسي يعني 8 لاعبين يشاركوا اول مره في كاس افريقيا، الجمهور التونسي ديما نحاسبوا في اللاعبين على اساس سمعتنا وكورتنا، اوكي معاكم، لكن فما 8 لاعبين اول مره يلعبوا في الكان، لذلك فما حسابات، فما فريق يبنى في راي 2010 لمونديال جنوب افريقيا. عملنا ترانزيسيون قلت في اللقاء الاول بشكل ايجابي، الان يلزم نعملوها البطوله بشكل ايجابي، لانه ورغم قله الخبره صابر بن فرج هذا لقاء الخامس، ياسين المكاري هذا لقاء السادس. نعطيك رقم اخر، شاكر الزواغي في الاحتياط 10 مباريات، مجدي تراوي 10 مباريات، الشيخاوي 10 مباريات، لاعبين ناقصين تجربه في كومبيتيسيون مثل الكان، لكن ان شاء الله بالمهاره والخبره بالانتماء والقليب نمر ونصعد فوق فرق المجموعه. ترجع الكره المنتخب التونسي، ممكن جدا تسديد لكن هذه المره بعيده، بعيده الكره من مجدي تراوي، لكن انت سددت وسجلت الكره اللي بها الفائده اللي عليها العمده يا مجدي، هدف انقذنا من براثن وسود الترنجا. تمشي وتتواصل اللحظه، تمشي وان شاء الله تتواصل البركه والحركه لنجوم المنتخب.
وسط الميدان يحاول يضغط في كرة ترجع من زوما، حذاري زوما، زوما يسدد كرة ترتد من كريم حقي وتمشي المرتد. المنتخب التونسي يلعب بشكل إيجابي على مرتدات. جوهر، جوهر اليوم في يوم كبير، جوهر اللي ما كانش في التوب الحقيقة اليوم ممتاز، وينطلق الهجوم السريع الخطير عن طريق اللاعب شوقي. بن سعادة الروح والانضباط والنجاعة المثالية تمهد الطريق للمنتخب الوطني التونسي. تمشي الكرة مرة ثانية للنفطي، أعطى توازن في الوسط، تمشي الكرة مرة أخرى، صابر بن فرج يوزع، يتصدى الدفاع جنوب أفريقيا، يضغط النفطي، تتهيأ لمنتخب الأولاد، حذاري من البافانا، 3-0 في 43 دقيقة، ترجع لمنتخب البافانا. الضغط المنتخب التونسي وكرة عنا، مشى الشيخاوي، سانتوس يستنى، تعدى يا معلم، امشي يا الشيخاوي، ياسين الشيخاوي الكرة للنفطي، شوف الرجوع من الخلف، شوف المساندة من الخلف، اعجبني المنتخب في الشوط الأول، والدفاع الجنوب أفريقي لم يكذب ويغالط الجمهور معلول لما قال محور الدفاع لمنتخب جنوب أفريقيا فيه إشكال كبير ونقطة الضعف في منتخب الأولاد. تمشي كرة حمدي القصراوي، اخرج حمدي، شنو مرة أخرى تقول لي ما تفهمناش ما تكلمناش؟ لا يا أخوي تكلموا، اتكلم يا رادي وتكلم يا قصراوي. حمدي، صابر بن فرج، ماجد التراوي، ماجد التراوي المنتخب التونسي عنده الكرة، رادي الجعادي، الجعادي في وسط الميدان، إن شاء الله ما نقبلوش أهداف اليوم باش المدافعين نتاعنا ياخذوا الثقة أكثر من إمكانياتهم للأمانة، لأنه فما شوية دود، فما شوية شك نشوف فيه، فما شوية بطة وثقل في اللعب الدفاعي. تمشي الكرة ماجد تراوي، بشوية بشوية نصلحوا الهجوم ورجع لنا سانتوس ومن بعد نضبطوا الدفاع، واحدة واحدة للفينال. تمشي الكرة مرة ثانية، صابر بن فرج، بن فرج ممتاز، الشيخاوي، الشيخاوي يلعب في الوسط، ياسين الشيخاوي، تتهيأ ياسين المكاري، ياسين 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 المكاري، يرجع لشوقي، بن سعادة، ياسين الشيخاوي للمنتخب الوطني التونسي، مهدي النفطي. انتهت الحكاية في الشوط الأول مع البداية سانتوس، في أواسط الشوط شوقي وسانتوس قالوا، أكدوا، أعلنوا بالثلاث، أقسموا بالثلاث أن المباراة ستكون تونسية. ينطلق الهجوم للرباعية، صابر بن فرج انطلاقاتك يا معلم تزين الخط الأيمن للهجوم التونسي وتثير الرعب في الخط الأيسر للدفاع الجنوب الأفريقي. كرة المنتخب الوطني التونسي، تتهيأ كرة في وسط الميدان، ضاعت الميكاري، ما فيش إمكانية المرتدة، حذاري من سرعة الأولاد، صابر بن فرج خطأ تكتيكي، سيبلو الكرة باش ما فيش إنذار إن شاء الله، إن شاء الله ما غير إنذارات. مازال المشوار طويل، مازال المشوار طويل في كأس الأمم الأفريقية. اليوم منتخب أنغولا عمل شوط ثاني رهيب جدا، ولو أنا في تصريحات سابقة قلت، كانت تذكروا حتى في المباراة الأولى ضد السنغال، أني خايف من أنغولا أكثر حتى من التيرانجا، تأكدت هذه المعطيات، ربي يستر، ولو أنه الحسابات تغير الآن، أنت رابح وأنغولا رابحة، ممكن تعادل وتمروا الاثنين، حسابات، الكورة حسابات، لذلك فرق الأهداف أيضا مهم. هذه الثلاثية تؤمن لنا الصدارة حاليا على أنغولا بفارق الأهداف. ترجع الكرة في النصف للمنتصف الجنوب أفريقي، كم هي لحظات نشوة وتعليق بانتشاء. الحمد لله الأولاد اليوم ما خيبوناش، الحمد لله الأولاد اليوم تألقوا وأبدعوا. ترجع الكرة للمنتخب الجنوب أفريقي في وسط ميدان، كرة طويلة، اللعب الكلاسيكي لمنتخب البافانا، الانطلاق من الأطراف والهجوم والإمكانية للأولاد والركنية. صحيح نتيجة كبيرة، الشوط ممتاز يا روجيلو مير، لكن الأمانة أنت أيضا في حساباتك مثل حسابات العشرة مليون، الانتصار على جنوب أفريقيا موجود في حساباتنا، في البوانتاج، في النقاط، حاسبين النقاط الثلاث ضد جنوب أفريقيا. هكذا كان بانتظار ما سيكون، هذا هو رجل الشوط، هذا هو ميلاد النجم من جديد. هنا أقول كبرياء الكبار لسانتوس، وخاصة أقول كان في شوط أول عودة الابن الضال، ظل علينا في طريق، ظل السبيل في مباريات وأيام، ولكن الحمد لله لقيناه في الوقت المطلوب، عودة سانتوس المهاجم الذهبي للنصور القادمة من قرطاج. ثنائية سانتوس، هدف بن سعادة في 8:31 و33، 10 مليون تونسي و250 مليون عربي اهتزوا لأهداف النصور. إلى اللقاء ومنتقانا في الشوط الثاني، والآن نعود للسلوك التحليلي برفقة الكابتن زبير بيا، الكابتن خالد الشنيف والزميل رؤوف خليف.
المجازفة بالهجوم، النجاعة والسرعة واستغلال بطء الدفاع الجنوب افريقي كانت من مميزات الشوط الاول، ولترك النتيجة 3-0 للمنتخب الوطني التونسي. اذا نشوف التحرر من الضغوط الكبيرة جدا. ولو نكون واقعيين، مازلنا ما ترشحناش اول شيء، مازلنا ما كسبناش المباراة، مازلت نمنا ان الكرة فيها العجيبة والغريبة. ان شاء الله الانتصار اليوم ومن بعد مازلنا ما ترشحناش، لانه منتخب انغولا 4 نقاط، منتخب تونس حاليا 4 نقاط، البافانا نقطة والسنغال نقطة. ان شاء الله مازال مشوار طويل في هذه البطولة. الشوط الثاني ينطلق بتغيير لكارلوس البرتو باريرا، يدخل مهاجم اللي سجل التعادل ضد انغولا في الوقت القاتل، فان هيردن لاعب السيركل بروش في بلجيكا 25 سنة، ويخرج اللاعب ليراتو شابانجو لاعب سان داونز. يصبح تشكيل الاولاد على الشكل الاتي: جوزيف فانتيني رقم 20، مازيليلا 3، موكوينا رقم 4، 5 موريس، رقم 12 موديتسي، 13 بنسون مولونغو، 10 ستيفن بينار، 15 الكابتن زوما، رقم 11 فان هيردن، ورقم 19 بريس مون. بالنسبة للمنتخب التونسي: حمد القصراوي، يمين بن فرج، يسار ميكيري، المحور الحقي والجعادي، وسط الميدان تاع ارتكاز كالعادة النفطي المناري، وأيضا اللاعب التراوي، صانع العاب هو شوقي بن سعادة، وثنائي الهجوم الشيخاوي، وأيضا سانتوس فرانسي لودو. الكابتن خالد الشنيف عجبه شوقي بن سعادة، رغم أن نقول له أنه لا يلعب في مركزه الأصلي، ليس هذا البوست أو المركز اللي يرتاح فيه شوقي بن سعادة، لنعرفوه أكثر لاعب على الكولوار، لاعب رواق في وسط الميدان. على كل، لحد الآن أدى بشكل طيب، والهدف الثاني كان بمتابعة جيدة من لاعبنا شوقي بن سعادة. حكم توغو أتسو كوكو أعطى إشارة الانطلاق للشوط الثاني من دقيقة ونصف بالضبط، والنتيجة مرسومة. بها ارتسمت الفرحة على شعب تونس وعلى الجماهير العربية المساندة للنصور، وبه أيضا ترتسم ملامح مشاركة إن شاء الله مشرفة المنتخب التونسي، بانتظار أن نتحدث ونتكلم عن صفة المشاركة الكبيرة، يعني بالوحدة بالوحدة، بالخطوة بالخطوة. يمشي الشيخاوي ممتاز، يزيد في الخطوة الشيخاوي، خطيرة وكرة ركنية، ركنية المنتخب التونسي. إن شاء الله من ناحية المعنوية المنتخب قادر أن يضيف أهداف أخرى، إن شاء الله متفائل أن نسجل أهداف أخرى في هذا الشوط الثاني، مع ضرورة العودة إلى هدوء دفاعنا وإلى عودة السكينة على دفاعنا. تمشي كرة من شوقي بن سعادة، شوقي بن سعادة وبالرأس، الكرة ترجع من الدفاع الجنوب أفريقي، يضغط المنتخب ويمشي سانتوس. المنتخب التونسي اللي في دكة البدلاء عنده أوراق مهمة ضد أنغولا، نبدأ نستعمل الكبير ابن الخضراء أمين الشرميتي، وأيضا الخطير ابن الخضراء على أطراف الكولوار اللي هو عصام جمعة. عصام جمعة اللي نقول له عيد ميلاد مبروك، عيد ميلاد سعيد، غدا 24 سنة، نحضروا مباراة أنغولا إن شاء الله في أجواء طيبة، ويفرحوا الأولاد مع عصام جمعة بعيد ميلاده في جو مريح وفي جو يسود التفاؤل. برافو الميكاري، مقاتل هذا ياسين الميكاري، هذا اللي يعجبني فيه، ما يحسبش ما يحسبش. إذا ترجع الكرة للمنتخب الجنوب أفريقي، كرة في الأوت تماس من 19، يلعب الكرة بريس مون 22 سنة، أصغر لاعب في المنتخب الجنوب أفريقي، على عكس ممكن ما تداولته وسائل الإعلام أنه الفريق الجنوب أفريقي صغير في العمر. لا، هو صغير في التجربة لكن العمر عادي، 28 سنة الحارس، رقم 3 23 سنة، رقم 5 27 سنة، رقم 10 26 سنة، رقم 15 زوما 33، اللي دخل الآن فان هيردن 25، يعني لا العمر عادي جدا، لكن ممكن نقصتهم خبرة البطولات الكبرى ويحضروا بالأساس المونديال 2010. تمشي كرة مجدي التراوي، التراوي يلعب الكرة سبب فرج، بربي ما يخرج لي حتى الصوت، مع احترامي للرأي المخالف ومع احترامي لكل الآراء المختلفة، في الاختلاف نقول هي حرية، حرية التعبير، وفي الاختلاف يقول لك المجتمع ناضج جدا والمجتمع منفتح جدا، لكن بربي ما يخرج لي صوت أو أصوات تبدأ تشكك بعد الانتصار، وما زلنا ننتقده. اليوم على الأقل لازم نفرحه مع إدراكنا واقعيا أنه لقاء أنغولا ما زال صعيب برشا وما زلنا ما عملنا شيء، لكن اليوم خلينا على الأقل نستمتع بالنتيجة في انتظار إن شاء الله نقرن النتيجة بالأداء. تمشي كرة ممتازة، برافو حقي، يعمل كنترول والتوزيع والدفاع من الميكاري، برافو يا ياسين، ياسين الميكاري. تمشي لشوقي المناري، المناري والمنتخب التونسي يخسر كرة، شوقي تفتن أكثر، تمشي الكرة عرضية على الأطراف، البافانا يلعبوا أوراقهم مع فان هيردن، فان هيردن يلعب في الدوري البلجيكي،
على فكرة منتخب جنوب أفريقيا باش نعطيه قيمته الحقيقية والقيمة اللي يستاهلها، وكي نعطيه قيمته معناها نثمن انتصارنا ونعطي قيمة لانتصارنا. ميترون ريليف الفوز التونسي، لأنه منتخب جنوب أفريقيا عنده 9 محترفين في 6 دوريات، 2 في إنجلترا في البريميرشيب، 2 في ألمانيا، 1 في السويد، 1 في اليونان، 1 في بلجيكا، و2 في دولة سادسة. سان داونز، أورلاندو، كايزر شيفس، ناجاكس كابتاون هي الفرق الكبيرة في ساوث أفريقيا اللي تمول أيضا خارطة وقائمة منتخب الأولاد. صابر بن فرج يلعب كرة طويلة في العمق، ياسين الشيخاوي ممتاز يقاتل الشيخاوي، هذه هي الروح، هذه هي ممتازة ياسين. يعني مبدئيا على الورق مستحيلة، لكن المحال ليس تونسي، المستحيل ليس تونسي. شوف سبق الشيخاوي وعمل محاولة جريئة تؤكد بكل المعطيات أن المنتخب عنده الإمكانيات لإضافة الرابع أو الخامس في مباراة اليوم. أكبر انتصارات تونس في الكان 4-2 على زامبيا، ثنية السليمي، هدف زوبا بيا، وهدف من قيس الغضبان، و4-1 على زامبيا 2006، هاتريك سانتوس، سانتوس، شيخاوي، شيخاوي. ما زلت نقول أنه الشيخاوي ما يلعبش ب 40-50% من إمكانياته. إن شاء الله هدف، إن شاء الله كرة، إن شاء الله مراوغة تعطي ثقة لياسين. نعرفوه لاعب يحب يجي من الخلف، لاعب يلعب وراء سانتوس تكون خطورته أكبر ونجاعته أكثر. على كل بالأداء الأفضل النصور تتسيد مباراة ومعركة تمالي بالثلاث في الشوط، بانتظار حصاد الشوط الثاني، بانتظار غلة الشوط الثاني التي أتمناها وفيرة وافرة يا جعادي. جعادي 91 ماتش مع المنتخب، بدأ يقرب 100 ماتش مثل طارق ذياب وعتوقة للمنتخب الوطني التونسي. رقم كبير في 5 حضور بكأس أفريقيا للجعادي، وفي المباراة 20 اليوم ليه في كأس أفريقيا، على بعد مباراة فقط من الركور لرياض البوعزيزي. 21 ماتش، علاش الانذار؟ علاش الانذار؟ وشكون اخذ الانذار؟ مجاني يا صابر، الله يهديك، الله يهديك. ديكو كارت اصفر يحكم فينا، بطاقة حمراء تحكم فينا، ضربة تأثر علينا، انذار كان مجاني لصابر بن فرج. الانذار الرابع للاعب المنتخب. على كل حال هذه كرة الهدف الرابع. سماح يا صابر، يمشي بن فرج، صابر بن فرج يلعب كرة، ترجم الدفاع والكرة المنتخب الجنوب الافريقي. حذاري من المرتدة ما فيش، جنوب افريقيا تلعب من اجل اقول ان تحفظ ماء الوجه والا تخسر بسكور اكبر من الان. المنتخب التونسي يلزم يلعب كرة الان، لانه ارتحنا، اتحررنا، اتخلصنا، اتسرحنا من كل الضغوط. الانتصار ان شاء الله لصالحنا، لذلك يلزم منتخبنا يلعب بحقيقة امكانياته. على ذكر الانتصارات، الانتصار هذا قد يكون 16 في تاريخنا بكأس أفريقيا، مع العلم أنه أول فوز يعود في تحية مني شخصيا للكبار وللرواد كان في 20 جانفي 62 في أديس أبيبا. المدرب كان ماتوزوفيتش يوغوسلافي. تونس ربحت في الماتش الترتيبي أوغندا 3-0. محمد صالح جديدي لعب النادي الأفريقي في الدقيقة الثالثة، منصف الشريف كان بعد رئيس جامعة التونسية لكرة القدم في الدقيقة 53 لعب الملعب التونسي البقلاوة، ورشاد المد بولد المكشخة الترجي في الدقيقة 85. هذه أسماء من التاريخ لابد أن نحييها ونحييها، ذاكرة جنابة والشتالي وحباشة وأيضا جديدي والشريف والمدب من ريشكو اللي كانوا من أوائل أسماء اللي مثلتنا في أمم أفريقيا عام 62 في أثيوبيا. المنتخب التونسي كان أول منتخب في القارة بعد الثالوث التقليدي أثيوبيا مصر السوداني شارك في كأس الأمم. هذا عادل النفزي حارس النادي الإفريقي للمرة الثانية يلعب الكان. تمشي الكرة لفريق جنوب أفريقيا، 3-0 المنتخب التونسي في الدقيقة 53. الفرصة اليوم تاريخية لتحقيق أكبر انتصار تونسي في تاريخ كأس الأمم. قلت عام 96 في السيمي فاينل ربحنا زامبيا 4-2، في 2006 ربحنا زامبيا 4-1. إن شاء الله اليوم نربحوا جنوب أفريقيا. بينما حمدي القصراوي ممتع وممتاز يطير ويحلق ويقول أنا النسر القادم من قرطاج. برافو حمدي القصراوي، حارس ممتاز جدا. ترجع الكرة للمنتخب التونسي راضي الشعادي مع زوما. زوما قلت من حب الدنماركيين فيه عملوا له فيلم زوما البوما، لكن اليوم سامحوني تلعب بوما. ترجع الكرة للفريق الجنوب افريقي عن طريق 3
ماتزيليلا، ماتزيليلا، والكرة تخرج اوت للمنتخب الجنوب افريقي. 10 من دقائق الشوط الثاني، 3 بلغة الاهداف، التقدم تونسي ومحاولة الاعجاز جنوب افريقي. اقول معجزة لانه اداء البافانا لم يقنع في هذه المباراة، الخطورة تقريبا منعدمة. يا ستار من زوما، والكرة السهلة وضعيفة عند حمدي القصراوي. من سيكون من نجوم المنتخب التونسي نجوم البطولة هذا العام؟ نذكر انه في منتخب افريقيا عام 96 منتخب البطولة كان من تونس الواعر وزبير بيا، عام 98 في دورة بوركينا فاسو كان حسن الكابسي، عام 2000 كان خالد بدرة، ولما ربحنا الكاس في تونس كان بدر البعزيزي. وعلى فكرة استغرب لحد اليوم كيف الاتحاد الافريقي باللجنة الفنية لم يختار في تلك البطولة هداف البطولة هذا سانتوس، وخاصة خاصة حلال المشاكل الكبرى التي تلدغ في كل وقت زياد الجزيل. منتخب تونسي لازم يعمل كان، تخلينا ننظر لتصفيات كاس العالم اللي تبدا في شهر ماي ضد بوركينا فاسو في رادس، معنويات كبيره. هدفنا كاس افريقيا وحلمنا الاعتياد كاس العالم. العين تنظر دوبل اوبجيكتيف الكره التونسيه تاريخيا، الكان والمونديال. الكره في خطا وفاول للمنتخب التونسي. شوقي بن سعاده، شوقي بن سعاده بعد خطا ضد المدافع الايسر بريس مون، 22 سنه يلعب في الاجاكس كاب تاون، اللي عام 2001 في كاس الكؤوس كان لعب مع نجم الساحلي وربحوا الاطوال ذهابا وايابا. بينما تمشي كوره للرابع خطيره بالراس، تمشي ضربه مرمى للحارس الجنوب الافريقي جوزيف. على فكره جنوب افريقيا اليوم تفتقد مثل اللي قال اول ضد انغولا لروان فرنانديز حارس ارمينيا بيلفيلد المحترف في المانيا اللي مصاب ولم يتمكن من المشاركه حتى في مباراه اليوم. ياسين المكاري في خطا، في فاول على ستيفن بينار لاعب ايفرتون فوتبول كلوب، لاعب التوفيس في الدوري الانجليزي. التوفيس هي النيك نيم للايفرتون. تتواصل لحظات والمباراه، اداء ممتاز للمنتخب التونسي، حاليا هو الاول في المجموعه بفارق الاهداف على انغولا. نذكر الملتحقين والمستمعين مع المشاهدين انها كانت 3-1 نتيجه وضربه كبيره للسنغال. تونس وانغولا هي الاقرب للدور الثاني في ظل محصله اليوم الثاني، ولكن ننتظر اللقاء الاخير، مع العلم ان التعادل يرشح المنتخبين والمنتخب التونسي اولا كفريق بفارق الاهداف المقبول مدفوعه حاليا بانتظار اختتام المباراه. حسابات كبيره في هذه المجموعه. المنتخب التونسي الان يوفر لنفسه اكبر حظوظ الوصول للسكند راوند الكوارتر فاينل للمره الثالثه على التوالي في الكان بعد هذه الثلاثيه الانيه. ان شاء الله تتجسم برباعيه وتتحول لملالي خماسيه. كل هدف يعطينا مورال، كل هدف يعطينا معنويات ويعطي لسانتوس الروح. سانتوس يضغط والكره ترجع من الدفاع مره اخرى. الدفاع، التسلل والخط اللي يعتمده كارلوس البرتو باريرا يباغتني حقيقه. مصر على دفاع الخط اللي مهد المنتخب التونسي فرص كبيره للانطلاق والتسجيل. جوهر المناري اليوم شفته في مباراه طيبه جدا، خير برشا الحقيقه من ادائه ضد السنغال. نقول الامور كما هي، مهدي النفطي اعطى توازن لخط الوسط لونتري جو، ومن شك انه شوقي بن سعاده رغم انه ما يلعبش في العاده ريجيسور صانع العاب، لكن ادائه ضد البافانا بافانا مقبول وطيب جدا. مساهمه الاطراف كانت فعاله، وسانتوس اقول عوده الابن الضال، ممكن نقول غضبنا منه في فتره، ممكن انتقدنا كل الاختيارات في فتره، هاجمناها كثير، لكن سانتوس صراحة واحد لما يرجع مع عقله. نرجع للأرقام، 20 هدف في 40 مباراة، اليوم مباراة ال 40 20 هدف، رغم أنه عنده عام في فترة صعبة نعرفوها، ما يلعبش في تولوز، ما لعبش وقت مشى لسويسرا. 20 هدف في 40 ماتش شيء كبير. سجل الرباعية الوحيدة في تاريخ المنتخب ضد ملاوي، سجل الهاتريك الوحيد في الكان ضد زامبيا، اليوم يسجل ثنائية، وهذا يطمعنا في عودة سانتوس اللي ديما أنا قلت أنه ما نخسروهش. ممكن ما نلعبوش في الكان، كانت قناعاتي باش ما نغلطش وما ما نقلبش الفيستا خاطر سجل هدفين اليوم سانتوس. ممكن في قناعتي أنه ما يلعبش، لكن ما يبعدش، سانتوس هو سانتوس، خاصة أنه عمره صغير من عام 79، عمره 28 سنة، 29 سنة في مارس القادم، في 20 مارس. لذلك ديما قلت ونكرر ونملل باش نقول أن سانتوس ولد ليكون تونسيا. دخل 17 فالع،
ادخال اللاعب مفيلا في تشكيل الاولاد. ربع ساعه في الشوط الثاني. سانتوس يقضي على احلام البافانا والمنتخب التونسي يتقدم لمقاسمة ومشاركة انجولا. البالانكاس نيغراس صدارة مجموعة رابعة. كم كانت نار وكم كانت ألعابها حديدية هذه المجموعة. كانت مجموعة صعبة وصعبة جدا. مازيليلا وهي طبيعي ومن العادي أن تكون بمثل هذه الصعوبة في ظل المستنتج الرئيسي أن الفرق الأربعة شاركت في المونديال. انجولا 2006، السنغال ملحمة الكوارتر فاينل 2002، حاجة ضيوف بوباديو بونري كامارا، والجنوب افريقي لعب مرتين المونديال. برافو سانتوس، يقاتل ويحارب على كل كرة. مازيليلا يلعب الكرة للبافانا. الاولاد في كرة تنطلق من الوسط. على فكرة اول مباراة للمنتخب الجنوب افريقي كانت في العشرينات، كانت لعبت مع هولندا في امستردام وانتهت 2-1 لهولندا، كانت عام 24 تحديدا. عاصمة جنوب افريقيا هذا العملاق في القارة هي بريتوريا. الاستقلال كان في عام 1910 وجنوب افريقيا اصبحت جمهوريه في 1961. بعض المعطيات الجغرافيه والسكانيه او السياسيه لهذا البلد الموجود في جنوب القاره. اذا هو لقاء الليله في تمالي بين امال واحلام الشمال للقاره السمراء وبين واقع جنوبها وحلم ابنائها. في الاخير هذه الكاس نعتز بها، هذه البطولة والنسخة رقم 26 القادمة ستكون في أنغولا. نعم إفريقيا حققت عديد من المنجزات، مرتين الذهب الأولمبي، ثلاث مرات كأس العالم للناشئين، وصلت لعبت كوارتر فاينل في المونديال المنتخبات الأولى. الكامرون لعبت نهائي كأس القارات ضد الفرنسيين عام 2003، وهذا حقيقة يشرفنا كأفارقة. إيفانس يدخل بديل مازيليلا. إذن التغييرات استوفاها المدرب البرازيلي كارلوس ألبرتو باريرا. كارلوس ألبرتو باريرا على فكرة اللي بدأ يدرب في إفريقيا كان حارس مرمى مغمور في فريق هاوي في البرازيل. شغله كان معد بدني، درب في غانا 68، جاء عام 70 خذاه زاجالو عشير عمره باش يكون معاه في الإطار الفني في ستاف للمنتخب البرازيلي في مونديال المكسيك. البرازيل كسبت اللقب عام 94، درب البرازيل كمدرب ككوتش وكان مستشار زاجالو. برشا ناس يقولوا للان انه زاجالو هو صاحب البسمه في لقب 94. على كل بين الاخوه والاحبه والاصدقاء ما فيش حسابات، هي تحسب لزاجالو وهي كتبت لكارلوس ألبرتو باريرا. باهي المنتخب التونسي انه مررنا ومرينا تقريبا من اول ربع ساعه بدون قبول هدف، نعرف هدف لجنوب افريقيا. سيضغط منتخب البافانا، كل دقيقه تمر تعطينا ثقه واكيد تعطي نوع من الاحباط لفريق موكوينا. ايرون موكوينا اللي يلعب في نادي بلاك بير روفرز. ترجع كره منتخب التونسي لكن في خطا، في فاول مره اخرى، وخط الدفاع لجنوب افريقيا هو اللي كان اليوم سبب الهزيمه لفريق البافانا. مع نجاعه اليوم المنتخب التونسي الروح اللي طلبناها من الاولاد اللي الححنا واصرين عليها وشفناها الحمد لله في استاد تمالي. ما كانش الخوف بتاع اللقاء الاول. بيناري هاجم وحقي موجود. كريم حقي يلعب كره طويله ترجع لمنتخب جنوب افريقيا. اذا اللقاء الرابع بين المنتخبين في الكان سيكتب تونسي وسيلون بالرايه الحمراء والبيضاء وسيدون بشعار النجمه والهلال. تمشي كره مره اخرى للاولاد. البافانا في الهجوم، زوما، زوما يعمل مراوغة، يوزع كرة خطيرة، ترجع بالراس، برافو الدفاع والكرة النفطي، النفطي خرج كرة، شوقي بن سعادة والمرتدة والكونتر أتاك، تمشي كرة سانتوس، سانتوس يجري، سانتوس يركض، ممتاز سانتوس، فرانسي لاودو برافو، هذا هو المطلوب من سانتوس سيلفا، ممتاز جدا سانتوس، سانتوس اللي من نقاط قوته الحقيقة واللي يظهر مستواه، لأنه كان يخدم له برشا الخدمة زياد الجزيري. في كان 2004 و2006. نرجع المباراة بعد ما حكيت على جانب من الصواب والتاريخ، ليس نقاش في تشكيلة أو في قائمة لأنه حصل ما في الصدور، وإن شاء الله الصدور تكون صافية وتكون إن شاء الله ناجحة وفرحانة بالشيخاوي. شيخاوي 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 والرابعة يا سانتوس. لا مش معقول مش معقول سانتوس، هذه الهدف الرابع، مش ممكن مش مشكل سانتوس.
لا تجعلني أقول عادت حليمة إلى عادتها القديمة. مش مشكل يا سانتوس يا سيلفا، لكن هذه الهاتريك الثانية في تاريخك، هذه الرباعية الثالثة في تاريخ النصور. الهدف الرابع والشيخافي الشيخاوي الأكسليراسيون عملها مصلي عني بيعلي، ممتازة جدا من ياسين الشيخاوي، تمشي كرة في الوسط حتى 4-0. هذا هدف بصراحة، رجعت تغششت على سانتوس، يا هدف ترجع الكرة للمنتخب الجنوب أفريقي مرة أخرى. اليوم 3-0 ضد أنغولا، 0-0 تضيع هذه، مشينا. برافو جعادي، راضي جعادي وحقي. اليوم الأكس يعمل في مباراة طيبة جدا، تمشي الكرة الميكاري، الميكاري أو المدافع الأيسر ليكسب المنتخب التونسي، والمنافسة في الجهة اليسار كبيرة برشا. الميكاري ممتاز، وأيضا البكري كلمة حق كان ممتاز في لقاء تيرانجا. شوقي بن سعادة يخسر كرة، الحكم يقول له عندك يا شوقي من خلال الصافرة التوغولية لأتسو كوكو، ومن خلال الخطأ للقدم التونسية بكرة من شوقي بن سعادة. شوف الأكسليراسيون، شوف الانطلاق، شوف القوة من ياسين الشيخاوي، قال له سجل الهاتريك. خسارة يا سانتوس، فرصة كبيرة، واضح انه بدنيا طبعا مرجعش، هي مشكلته انه ما يلعبش في فريق تونس. كانت تقول له ارجع لفريق تونس تقول لك لا انا محترف، وكان الفرقة التونسية ليست محترفة. على كل حال قوس واغلقناه، لكن لنفتحه من جديد، ان تكون لاعب اساسي احسن من ان تكون لاعب احتياطي البرة. اساسي في تونس احسن من احتياطي البرة، وبرافو برافو برافو المرة هذه لومير كلمة حق. مادي بن ديفالا 25 دقيقة، ما دام هزيته يلزم تعطيه فرصة وتعطيه الثقة، وبن ديفالا 25 دقيقة ان شاء الله يعمل حاجة. الان يدخل مادي بن ديفالا، لاعب كلاسيكي امكانيات بدنية كبيرة، يلعب بظهره للحارس، يحضر كرة، يعمل ديفياسيون، كرات بالراس يحضرها ممتازة. شفنا هدف المنتخب التونسي ضد زامبيا، كان تمهيد واسيست من مادي بن ديفالا. برافو، هذه هي مادي بن ديفالا، ويلعب كرة الشيخاوي والدفاع ان شاء الله الرابع، ان شاء الله الرابع. 65 دقيقة، هدفين وكرة على القائم، جابت الهدف، مردود ممتاز لسانتوس ما فيش كلام. برافو سانتوس، الآن الكنا معاك يا مهدي من أجل أن تركز قدمك وتؤكد أن اختيارك للمنتخب نتيجة قوة وقيمة مهدي بن ديفالا. تمشي كرة مرة ثانية المنتخب التونسي، نمسك اللعب وناخذ الكرة. ياسين الميكاري، أنه حقق الرابع كأكبر انتصار في تاريخ النصور في الكان. تمشي كرة جوه المناري، المناري يلعب صبر بن فرج، 20 دقيقة في الشوط الثاني، أكثر شوية، ممتازة جدا. المنتخب الوطني يلعب بشكل جيد، يلعب بشكل جيد، ولو أنا عندي لوم بعد ساعة لعب نعرفش يوافقوني فيه الكباتنا زبير بي وخالد الشنيف. زبير يعرف برشا طبعا المنتخب، ما حصلناش برشا كرات ثابتة من ركنيات ومخالفات، ونحن نعرف قوتنا أنه في الكرات هذه البالاريتي، الكرات الثابتة ضد جنوب أفريقيا، اللي نفسه صرح باريرا قال مشكلتي خايف من طول قامة التوانسة. إن شاء الله هذا يأكد كلامي في الفاول وفي الخطأ. شوقي بن سعادة، لازم نحصله في المباراة القادمة برشا كرة ثابتة. تمشي كرة بالرأس خطيرة وفرصة كبيرة، مهدي بن ديفالا، مهدي بن ديفالا ممتاز لكن أوفسايد. برافو مهدي، إذن فرصة أخرى للمنتخب التونسي بقطع نظر على أنها تسلل كما أشرت الراية، كما رفعت الراية، ولكن ترفع رايات الخضراء هنا من تونس. البنزرة السوسة المستير، الباجة القفصة مدنين، القصرين وقبلي ورمادة، الكل سيقولون، الكل سينامون على نغمة الفرح، على إيقاع الانتشاء، على نخوة الانتماء. ترجع الكرة للمنتخب الجنوب أفريقي، تلعب للبافانا، الأولاد تهاجم، ولكن مشكلة الأولاد اليوم أنهم تعدوا الحدود الحمراء، خطوط الأحمر التونسي. 3 أهداف، 2 سانتوس، 1 من شوقي، والمباراة سائرة نحو النقاط الثلاث الأولى، والفوز التاريخي 16 في تاريخ تونس بكأس القارة السمراء الماما أفريكا. ترجع الكرة، مهدي بن ديفالا يعمل بريسينج ممتاز، مهدي امشيله امشيله، تمشي كرة طويلة ملعوبة بالراس، الجعادي يا ممزومة، الجعادي، برافو راضي. ترجع الكرة لكريم حقي من صبر بن فرج، كريم حقي، كريم حقي سجل هدف في مرمى نيجيريا في الكان في 2006، كنترول ممتاز، التمرير امتياز، الكرة للشيخاوي، الشيخاوي يلعب كرة هذه المرة سيئة، لكن المقاتل النفطي، برافو برافو النفطي، مهدي النفطي، الكأس الأفريقية الرابعة في مشوار النفطي. على فكرة أول مباراة المنتخب التونسي مع روجي لومير ك
كانت 20 نوفمبر 2002 كانت تونس مصر في المنزة، واللاعبين الوحيدين اللي بداوا مع لومير من اول ماتش هما المناري والنفطي تحديدا. ينطلق الهجوم، مادي النفطي، مادي النفطي يخسر كورة مشى بينار خطيرة جدا، ثلاثة على ثلاثة وخطيرة من زوما، زوما الجنوب افريقيا. برافو المكاري، شوف المكاري، المكاري ممتاز لك بينار، امتياز البينار ستيفن بينار، والكورة خطيرة والمراوغة والكورة بعيدة جدا. ترجع الكورة ايفانس، ايفانس لمنتخب الاولاد البافانا بافانا، طبعا هي الكنية الاولاد الاولاد، ممكن جمهور يقول لك يعني استهانة بمنتخب جنوب افريقيا، لا اسمهم الاولاد الاولاد. وكورة خطيرة المنتخب التونسي لكن بذيفلة تعثر في احد زملائه اللي هو مجدي التراوي او جوهر، جوهر المناري، جوهر المناري لاعب نورنبرغ الالماني، بدا في الاتحاد الرياضي المونستيري، لعب في الترجي الرياضي في نورنبرغ، العام الماضي ربح الجيرمان بوكل كاب 2007. ان شاء الله يقوم سلامات جوهر المناري، يربح 3-2 وما نخسرش المناري، انتصار هو انتصار لكن ما نخسرش لاعبين، سامحوني على هذه المقاربة أو المقارنة، هي أحسنها يبقى المناري. إن شاء الله سلامات يا رب، دعواتكم ليه ونربحوا 4 بلاش. شوف الكرة الأخيرة، فرصة كانت للمنتخب التونسي لكن معناش بالفرصة وبالهدف الآن يا مهدي، حشتنا بسلامة جوهر المناري، لاعب مهم جدا في وسط الميدان. طبعا الطون او اللكنه او المستوى التعليق بالحماس شويه يفطر الان، لانه بالفعل ان شاء الله نطمن على جوهر المناري باش يرجع نفس الريتم. ان شاء الله سلامات يا جوهر، جوهره من جواهر وسط الميدان منتخب التونسي، لاعب متخلق جدا، لاعب متميز جدا. جوهر المناري 29 سنه، لاعب نورنبرغ في الدوري الالماني ولعب 53 مباراه دوليه. برافو شوقي، شوقي بن سعاده، شوقي بن سعادة. تونس تبحث منذ عهود ممكن على صانع العاب ريجيسور، وان شاء الله نلقاها في شوقي بن سعادة، رغم انه البارح يقول في تصريح ليس مكاني الطبيعي وليس مركزي اللي تعودت اللعب فيه، لكن ان شاء الله نقدم الاضافه، والحمد لله قدمت الاضافه وجبت هدف شوقي. ان شاء الله يواصل المنتخب التونسي، يرجع جو المناري الحمد لله الان بعوده مناره خط الوسط، ترجع للروح شخصيا وترجع للملايين المساندة للمنتخب الوطني التونسي. كل الأسماء يعني تؤدي برجولة وتؤدي بمستوى طيب وبحب وحرص للنجاح، لكن خبرة جوهر أكيد في الميزان، نحتاج لكل أسماء ولاعبينا. ترجع كرة المنتخب البافانا، ويدخل المنتخب التونسي في كرة أو تماس، الانتصار يقترب منه منتخب النصور. نذكر في النتيجة الحالية 3-0، تونس تلعب على التعادل لتصدر المجموعة. قلت لكم استناوا شوية، العبرة ديما في الخاتمة، ما تعني شيء البدايات، يلزم تستنى آخر فصل، آخر نقول مشهد في الفيلم، ما فيلم النصور في غانا أو فيلم المنتخب هنا في تامالي. رغم إدراكي ويقيني وواقعيتي أن المنتخب الأنغولي سيكون صعب الميراس، التعادل يرشح تونس وأنغولا للدور الثاني. ترجع الكرة للمنتخب التونسي، مادي بن ديفلا يضغط على الفريق الجنوب افريقي، وهذا هو المطلوب، انه نضغط دائما على متوسط الدفاع للاولاد البافانا بافانا. 73 دقيقة، يلزم هدف رابع في هذا الشوط للمنتخب التونسي، هذا ما نتمناه. تمشي كرة صبر بن فرج، مجدي التراوي، مجدي التراوي ممتاز، مجدي ممتاز التراوي، يجي المساندة بن فرج، هذا هي، هذا هو دي دبلومون او نقول الضغط المتواصل، المساندة الموجودة، الضغط الفريق التونسي. الشيخاوي، الشيخاوي يعمل توزيع على الشيخاوي، تتهيا مرة ثانية، مش معقول، الشيخاوي ممتاز جدا، ممتاز الشيخاوي بثلاث لاعبين، الشيخاوي يخرج كورة ويربح اوت، تماس للمنتخب التونسي، لو مر من ثلاث لاعبين الشيخاوي كانت تكون لقطة الكان ولقطة المباراة. ياسين المكاري، إذا هذه هي المباراة رقم 12 لتونس في كأس الأمم الأفريقية بقيادة روجي لومير، والأرقام تقول 7 انتصارات 4 تعادلات وهزيمة واحدة، كانت ضد السيلي ناسيونال غينيا، 12 مباراة هزيمة واحدة في الكان، نتائج طيبة. وكورة من المكاري لكن ما فيش مساندة هذه المرة، ضاعت الكورة على النصور، ترجع للبافانا، التغطية من نفطي، يرجع مجدي التراوي، يحاول يرجع شوقي بن سعادة،
منتخب التونسي والارتداد دفاعي سريع جدا، واضح ان الفريق جاهز بدنيا. هذا مؤشر واعد لقادم المواعيد، بينما كرة قادمة ممتازة على الموعد والعاد، يمشي ايفانس، ايفانس البافانا، ستيفان بينار، وخطيرة جدا، قريبة جدا من بينار. اخطر فرصة لمنتخب جنوب افريقيا، والفرصة الثانية للاولاد تيلة المباراة بعد كرة النجم زوما في اول الماتش، واللي قلبت المباراة كانت 1-0 لجنوب افريقيا. الكرة مسكها القصراوي وتونس توفرت لها النجاعة والحمد لله في هذا اللقاء. الانتصار رقم 35 لتونس بقيادة لومير في 67 ماتش، يعني ماتش على 2 فوز، وعلى المستوى الرسميات في كأس أفريقيا 12 مباراة، هذا الفوز السابع مع 4 تعادلات وهزيمة. يدخل شاكر الزواغي لاعب اللوكوموتيف موسكو الروسي، 11 مباراة دولية مع المنتخب، كان يلعب في النجم الرياضي الساحلي قبل ما ينتقل للرحلة الروسية هناك في ثلج وجليد موسكو مع اللوكوموتيف. نزل عنا تقريبا 3-4 ايام لمباراة انغولا الخميس القادم اخر الشهر في تمالي، سنلعب بين المباراة الثانية بين انغولا والسنغال ستكون في كوماسي، ان شاء الله جوال مناري يكون في صحة جيدة. بينما مهدي بن ديفالا، ممتاز مهدي بن ديفالا، ممتاز بن ديفالا، الرابع يا مهدي، خطيرة جدا. لا كرة هذه متاع فان باستن يا معلم، كرات هذه متاع ماركو فان باستن. على كل ما كانش في مساندة، حاول يجرب حظه اللاعب مهدي بن ديفالا، هنا كان مطلوب من احد لاعبي الوسط انه يساند مهدي بن ديفالا، ممكن التراولي نعرفه يتقدم برشا. شوف الكرة كانت وحده، هذه هي حلة، هذه هي لعبتها، لو سجلتها تصبح مهدي فان باستن. ترجع الكرة للمنتخب الجنوب افريقي، لكن حتى مهدي بن ديفالا الحقيقة كيدخل قدم الإضافة للمنتخب التونسي، هذا مهم جدا. لومير هو المدرب 11 للمنتخب في كأس افريقيا، يعني حكيت على الفرنسيين والبولونيين الاثنين كوليتشا وكاسبرزاك، حكيت على اليوغوسلافي ماتوزيتش، حكيت على الطلياني اسكوليو. حب نحكي على الأصل، على أولاد البلاد وريحة البلاد. مختار بن ناصف قادنا في 65، عبد المجيد الشتالي لعبنا معاه الكان في 78، ويوسف الزواوي ثم فوزي البنزرتي كانوا مدربين في 94 في تونس. على فكرة الشتالي نقول له مبروك باسم كل الرياضيين التوانسة، تتويجه بالميدالية الذهبية من الكاف في اختياره كأحد الرجالات اللي قدمت برشا الكرة الأفريقية. ويبقى عبد المجيد الشتالي أول مدرب أفريقي وعربي فاز في تاريخ المونديال، رقم لن يتغير ولن يتبدل ولن يفتك من عبد المجيد الشتالي. مجدة إذن ترجع الكرة للمنتخب الجنوب أفريقي، فاول على شاكر الزواغي، مخالفة ضد شاكر الزواغي، كان ممكن فيها تمويه من لاعب فان هيردن. بعد نشوفه مع خبيرنا محمد فودة قيمة الحكم التوغولي، حكم شاب 35 سنة، مباراة أظن في المجمل طيبة حسب الملامح الأولى. ليس الهم المنتخب فايز، لكن ما فيش أخطاء مؤثرة، بينما كورة كادت تؤثر في النتيجة، ولكن برا أوت. 3-0 للمنتخب التونسي، نتيجة ارتسمت ملامحها بضربة الشوط الأول، بمفاجأة الشوط الأول وبعنوان مؤكد في هذا الكان. البداية هي اللي تكتب النهاية، اللي يبدأ مبكرا بهدف هو اللي عنده أكبر فرصة للانتصار. شفناها في ماتش المغرب ضد ناميبيا، شفناها في مصر على الكامرون، شفناها في الكوت ديفوار، شفناها مع تونس اليوم، وشفناها مع زامبيا ضد صقور الجديان السودان. السودان لأول منتخب عربي مع الأسف يغادر البطولة، لكن بعد عودة ب 32 سنة تصور المنتخب السوداني رجع يستكشف من جديد بطولة الأمم الأفريقية. والبارح المردود كان طيب جدا، رغم أن النتيجة أسعدت الملايين العاشقة لمنتخب مصر في هذا الإطار. اللقطة اللي عملها بوتريكا معناها تخليك تحب هذا الراجل، دبل مضاعف. أنا كنت ديما ننتقد لاعبين العرب، نقول لاعب العرب، اللاعب العربي يفكر كان في الأكل والشرب، ويفكر في السيارة الجميلة والزوجة الجميلة والاهتمام الإعلامي والسوبر ستار في المجلات والجرائد. أبو تريكة أعطى أنه اللاعب العربي ممكن يكون حامل قضية، ممكن يكون صاحب مبادئ وصاحب مواقف. برافو أبو تريكة اللي في 2006 ممكن الناس نساو بان الحملة الدنماركية على الرسول عليه الصلاة والسلام، كان عمل قال إلا رسول الله. المرة هذه أبو تريكة يواكب الأحداث كما نواكبوا فيها، ويقول تضامنا مع غزة.
ناس برشا حكاوا والوسائل بالانجليزيه يلمحوا في اشياء. وتعرفوا الميل الانجليزي ومصدر الصحافه الانجليزيه يقول لك الانذار. علاش الانذار؟ خاطر فعل الواحد مش على الشعار. باش تقول لي شعار سياسي نقول لك جون بانسل، وارجو من الفيفا والكاف ان تبتعد على المكيالين او سياسه المكاييل. وقت تعاقبوا جون بانسل الغاني نرجع ونعاقب ونأشر لكم باش تعاقبوا الساحر اللي ريح لك على الأريكة واستمتع بوتريكا. تمشي الكرة للمنتخب التونسي في هذه اللحظات، في هذه اللحظات وفي هذه اللقطات أهدي الانتصار لكل الشعب التونسي. لكن في وليد أو ولد صغير بارح فرش فيه في قناة خاصة تونسية اسمه حسين بن فرج، شفت غرامه بالكرة، ولد معاق لكن ولد كله حيوية كله إحساس كله رجولية كله نخوة كله حب للحياة. أنا أحب شخصيا نديله الانتصار لأنه أثر فيا البارح برشا كما أثر في الملايين، وزاد أثر فيا كي علق جبد الدخلة متاع مباراة تونس والسنغال. وقت قلت هذا أحبك وأعشقك لأنك منتخب بلدي ولأنك بلدي، أنا باش نقول اليوم الانتصار ليك يا حسين لأنك ابن بلدي وابن موج منزل عبد الرحمن. نرجع للمباراة، ترجع الكرة للمنتخب الجنوب أفريقي، كرة للبافانا والأولاد عن طريق إيفانس. إيفانس يلعب لستيفن بينار، بينار مرة أخرى لتزوما، تزوما تزوما يتعدى بجعادي لكن بنفرج ويتفادى كورنر. لا ما تفاداش، تعب شوية صابر في اللقطة الأخيرة، التاكلينج ما كانش على الكورة، لكن الركنية للساوث أفريكا والفوز لتونس. إن شاء الله 3-0 راضي الجعادي، إن شاء الله يرجع الفورمة، إن شاء الله لاعب عنده خبرة. اليوم مباراته 20 قلت في الكان، مباراة أنغولا يتعادل مع أبو عزيزي وخطيرة ومرت بسلام، مرت بسلام. ومانيش راضي على الشوط الثاني الأولاد، مانيش راضي على الشوط الثاني لأنه نشوف في جنوب أفريقيا جاتهم 3 فرص لو سجلوهم وجاتهم نجعتنا السكور يولي 3-3. يرد بالك على جنوب أفريقيا أقل فرق المجموعة باتفاق الجميع وبتأكيد من اللاعبين والإطار الفني التونسي. هذه تعملها مع فلافيو ومشينا. تمشي كرة طويلة من حمدي القصراوي، ترجع بالراس بن ذي فلة. المنتخب التونسي يلعب بواقعية وحاول سياسة التأمين والحفاظ في الشوط الثاني بعد مضمون الانتصار في الشوط الأول ب3-0. في كل الأحوال انتصار رائع وكبير، انتصار عودة الروح لمنتخب تونس، انتصار صدارة المجموعة حاليا بفارق الأهداف على أنغولا، والمباراة الأخيرة التعادل يكفينا لصدارة المجموعة أيضا بفارق الأهداف على أنغولا. يعني في الحسبة هذه ممكن تلعب مع الكامرون كثاني المجموعة الثالثة، نلعب معاهم هنا في تمالي، هما اللي جيونا لتمالي ولن نذهب إلى كوماس. حسابات كبيرة مبدئيا، مصر الأولى الكامرون الثانية، تونس إذا ترشحت إلا المرتبة الأولى لأنه فارق الأهداف ستصل سواء بالتعادل أو بالفوز على أنغولا. وبالتالي لا أدري ما هي الوضعية على الكامرون، جمهور تونس يتسالم فماش حسابات أن نكمل الثاني إذا نخسر مع أنغولا، خاطر إذا تربح السنغال ممكن فارق الأهداف، والله هو ممكن نخسر ونتأهلوا لأنه فارق الأهداف نتيجة كبيرة. والسنغال في الجول أفيراج في المواجهات المباشرة خسرت 3-1 من السنغال. نعمل في الحسابات سامحوني مشاهدينا الكرام على الطاير، يظهر لي حتى لو تخسر تونس 1-0 من أنغولا تونس ستمر على الفريق السنغالي حتى في حالة فوزه على جنوب افريقيا، وفي حاله فوز جنوب افريقيا سنتاهل ايضا، نتاهل زاده بفارق الانتصار في هذا اللقاء. اذا ممكن لومير يعمل لك حسبه، يقول لك نمشي لملاقات الاشقاء ونبتعد على الاسود، ولو انا حساباتي الخاصه ونظرتي للكوره، اذا انت كبير يلزم تربح الكبار ونحن كبار ومستعدين للكامرون، اذا كانت الكامرون لأنه ممكن تتغير في الفيراج وتصبح مصر. على كل ما زلت ما نحكيش الآن، ممكن إذا صمت شوية لحظات خاطر باش نحسبها بالقلم والورقة. مهم جدا أنه نعطي معلومة نقول تونس تخسر من أنغولا 1 ونترشحوا، يلزم نحسبها ونجيبها صح. بينما كرة ترجع المنتخب التونسي
من 6 امتار. انغولا 4 نقاط، لا قدر الله ربحت تونس تصبح 7، تونس تبقى في الاربعه لا قدر الله ولا سمح الله. جنوب افريقيا والسنغال عندهم نقطه الان، اوكي جنوب افريقيا تفوز ترجع 4، لكن انا قبلها خاطر ربحتها بثلاثة. اذا ربحت السنغال، السنغال عملت معاها ماتش نول تعادل 2-2، كيفاش تتحسب؟ تتحسب فارق الاهداف المقبوله والمدفوعه. السنغال حاليا عندها الا 2، تونس عندها ايجابي 3. ممكن نطمنكم ونبشركم مباراة انغولا قد تكون للنصور تحصيل حاصل، لانه حتى الخسارة بهدف، لكن شريطة الا تفوز السنغال مثلا بأربعة وخمسة، لكن تونس عمرها ما تدخل في الحسابات هذه. على الاقل التعادل مع منتخب انغولا ان لم يكن الفوز. انت الاول الاول يا منتخبي، يلزم تكسب انغولا. كامرون مصر غيرها من فرق المجموعة، أكيد نحن جاهزين مثل ما بقية المنافسين جاهزين. ترجع الكرة للمنتخب التونسي في وسط الميدان. إن شاء الله الإصابات معناها ما تكونش مؤثرة للاعبين المنتخب الوطني. شفنا المناري خرج شوية متقلق، التراوي الآن يخرج الإسعاف. سلامات مجدي، هدف مجدي غالي جداً، هدف مجدي صدقوني هو اللي بقانا في البطولة، ما تعرفوا ونعرفوا قيمته إلا بنهاية الدور الأول. قذيفة من مجدي التراوي مشات من الساحل التونسي وحطت في الساحل الغرب الإفريقي هنا في تمالي. جمهور تمالي على فكرة ناس طيبين جدا، 300,000 ساكن، استاد يرفع 20,000، والجماهير متعاطفة مع المنتخب التونسي. شفت ريبورتاج اللاعبين في صلاة الجمعة بعد الخروج من المسجد من يومين، كان حماس كبير جماهيري بالنجوم المنتخب التونسي. حقيقة هذه هي الكرة، يعني الكرة أخوة وصداقة ونشر للمبادئ الرياضية واحترام متبادل بين المنتخبات والدول والأمم. 87 دقيقة، 3-0 لتونس في الشوط الأول، خلصناها في الشوط الثاني، حافظنا عليها ولعبناها بالأمان. بينما بينار والهدف الأول، الهدف الأول، الهدف الأول عن طريق اللاعب رقم 17 سجلها لمنتخب جنوب افريقيا. اللاعب رقم 17 في المنتخب الجنوب افريقي فرحة جمهور الساوث افريكا. 3-1 هدف تدي الفارق في الدقائق الأخيرة. شوف السرعة، شوف المشكل أيضا في وسط الدفاع متاعنا. هو الهدف بالفعل بعد كرة من بينار، ما فيش أوفسايد، هدف سليم للمنتخب الجنوب افريقي. الهدف هذا ما يغير شيء في حسابات اللي حكيت لكم عليها متاع فارق الأهداف، لانه انغولا 3 السنغال 1 تونس حاليا 3 جنوب افريقيا 1، لكن انغولا ساوث افريكا 1-1 وتونس السنغال 2-2. تبقى افضليه فارق الاهداف لتونس. وشوف الجمهور الجنوب افريقي، شوف الفرحه كيفاش نظره الكوره عندهم بعد الهدف الافتتاحي لمنتخب البافانا عن طريق اللاعب مفيلا. الجمهور سعيد رغم انه الهزيمه مؤكده للاولاد أو لأحفاد الزعيم الإفريقي الكبير نيلسون مانديلا. عصام جمعة كورة نخسرها خلف الدقائق العشر الأخيرة. عصام جمعة اللي قلت غدوة عيد ميلاده شهر 24 سنة. إذا شوط أول ممتاز، الشوط الثاني ضيعنا هدف رابع مؤكد من سانتوس بعد أسيست وانطلاقة ممتازة من الشيخاوي. لكن نقول بين دفرين المنتخب التونسي في الشوط الثاني ما كانش بنفس الأداء ونفس الروح، حاولنا نؤمن النتيجة. وفي الأخير اليوم الإطار الفني المنتخب التونسي قال تصريح، قال الأداء لن يوصلنا لأبعد المراحل، النتيجة أولا وثانيا وأخيرا. إذا نكون واقعيين، الرياليست بواقعية الميلان والإنتر واليوفي، واقعية كبار المونديال الطليان، ونقول النتيجة هي الأهم. مبروك علينا هذا الانتصار، وإن شاء الله لقاء أنغولا تتحدث فيه ملامح صدارة المجموعة. ولو أنه الانتصار التونسي اليوم وبهذا الفارق العريض مهم جدا. تمشي الكرة ممكن للرابع الحارس، شكون قبل إمكانية؟ برافو مهدي النفطي، مهدي النفطي، لكن دفاع موجود. عصام جمعة، عصام جمعة ترجع منتخب التونسي. صبر بن فرج، صبر بن فرج، والكرة لعصام جمعة. عصام جمعة يحاول يدخل الوسط، ترجع منتخب التونسي في الدقيقة الأخيرة. ترجع من التراوي للجعادي. ثلاثة أهداف في مقابلتين قبلهم دفاعنا برشا.
نعرف أن الدفاعات القوية في هذه البطولة هي اللي بتمشي بالفرق للنهائيات. الحقيقة إن شاء الله دفاعنا يجد توازن المعهود. بالنسبة لهجوم 5 أهداف في مباراتين يظهر لي ممتاز، خاصة وأن الشرميتي سيكون نجم بإذن الله في مباراة أنغولا القادمة. إذا نستعيد الشرميتي وأعطينا الثقة بنديفالا، رجعت الثقة لسانتوس وإن شاء الله المنتخب يلقى حلول. بينما الجعادي ينقذ كرة في الدقيقة الأخيرة و90، كان شوط النجاعة وشوط هجومي في الشوط الأول و3 أهداف، كان شوط التأمين والدفاع والحذر في الشوط الثاني. ما عجبنيش منتخبنا في الشوط الثاني، لكن المباراة هي خلاصة 90 دقيقة 3-1 حاليا، والمنتخب الجنوب الأفريقي يضغط. عذاري عذاري نفتقد هذه الأفضلية الكبيرة في السكور والنتيجة. 54 هدف حاليا في بنك الكان بعد نهاية الجولة الثانية، بانتظار غدا يبدأ المشوار الحاسم لكل المجموعات. غدا لقاء مصيري المنتخب العربي المغربي ضد الفريق الغاني في أكرا. إن شاء الله أكون معاكم في هذا اللقاء. بينما ينطلق عصام جمعة، عصام جمعة دقيقتين ونصف 3-1، يمشي يحاول ويفكر في أنه يمشي للخط الركنية ويربح وقت، وهذا زايد إذا نلعب كورة. ما لعبناش كورة للأمانة في الشوط الثاني. إيفانس، إيفانس لمنتخب البافانا، إيفانس يلعب الكورة في الوسط وفي خط المنتخب الجنوب أفريقي. بينار تحرك متأخر المنتخب الجنوب أفريقي بيروح بينار وبقوة تزوما. بينار 3-1 على منتخب البافانا، ثاني انتصار على التوالي للمنتخب التونسي في لقاءاته بجنوب أفريقيا. في الدورة الماضية في مصر ربحنا 2-0، اليوم 3-1، ممكن 4-1. يمشي عصام جمعة، عصام جمعة ينطلق، ينتظر المساندة. عصام جمعة والكرة البينار، قل التركيز من عصام. والمنتخب التونسي من ناحية الهجومية رجع للمشاكل الماتش الأول ضد السنغال. حذير يخرج القصراوي، كرة من حمدي القصراوي. دقيقة ونص، دقيقة ونص، تونس في الصدارة للمجموعة الرابعة بفارق الأهداف على منتخب أنغولا. ولقاء مهم يوم الخميس إن شاء الله الساعة 5 بالتوقيت الدولي، جرانيت جي ام تي على اي ار تي سبورت 3 مباشرة وحصريا من تمالي. ألف مبروك إذا للمنتخب التونسي هذا الانتصار، مبروك عودة الروح للمنتخب، مبروك عودة الأداء في الشوط الأول. منرجعش برشا للشوط الثاني، هذه الفكرة وهذا الفكر كان التأمين في الشوط الثاني، رغم أنه اعتقادي المنتخب التونسي لو ضغط أكثر في السكند هاف كان ممكن يجيب هدف رابع على الأقل. على كل راضين، قانعين، مكتفين، سعيدين، فرحانين بهذه الثلاثية، وإن شاء الله ملتقانا الخميس القادم بإذن الله مباراة الحصول الرسمي على ورقة العبور لدور الثمانية الكوارتر فاينل. الآن مباريات مجموعة، مباريات بطولة، مباريات نقاط، بعدها ستكون مباريات كؤوس، مباريات نوكاوت، خروج المغلوب، يا تدخل في اللعبة يا تخرج من البطولة، كل مباراة وظروفها. بينما مرة أخرى نقطة سلبية في دفاعنا، وحقي ممتاز، كريم حقي ممتاز في آخر لحظة، رغم أنه الفريق الجنوب أفريقي فوق علينا برشا في الشوط الثاني بالسرعة متاع المهاجمين. إذا انتهت، نذكر السيناريو، مسلسل شريط الأهداف. في الدقيقة 8 1-0 من سانتوس، في الدقيقة 31 2-0 شوقي بن سعادة، في الدقيقة 33 الثلاثية القاتلة من سانتوس، وفي الدقيقة 87 ذلل الفارق المنتخب الجنوب أفريقي عن طريق اللاعب رقم 17 في منتخب الساوث أفريكا. اللاعب هذا في منتخب جنوب أفريقيا، سامحوني نرجع للورقة، ورقة التشكيل في الساوث أفريكا، هو اللاعب مفيلا كات ليجو مفيلا، لاعب سوبر سبورت يونايتد. إذا مبروك، إن شاء الله الروح رجعت، إن شاء الله الثقة رجعت، المنتخب حقق المهم بانتظار الأهم. أدانا في الشوط الأول كان أكثر من ممتاز، الشوط الثاني فيه علامات استفهام، لكن الخلاصة بعد علامات الاستفهام مثل التعادل مع السنغال جاءت الإجابة الليلة من تمالي. النسور تحلق في سماء غانا وتضرب الأولاد بثلاث، ثنائية سانتوس وهدف بن سعادة مقابل تبديل الفارق للبافانا بافانا. هارد لك وحظ أوفر لبافانا بافانا.
في لقائهم القادم. وألف مبروك علينا هذا الانتصار، وإن شاء الله يدعم بانتصارات جديدة. لقطة المباراة، روح المباراة هي الفير بلاي. تونس تهزم الأولاد بثلاثة واحد وتتصدر مجموعتها الرابعة بانتظار قمة المجموعة مع أنغولا. إلى اللقاء، مع تحيات عصام الشوالي والعودة للاستوديو التحليلي مع روف خليف ومع الكابتن خالد الشنيف وزوبا زبير بيا. Tonight,